في برنامجكم ملك وكتابه واسبوع عكس الاتجاه تماما، كل شيء فيه ماشي بطريقه الله اعلم بيها. كنا حاطين طبعا سيناريوهات للحلقه، مؤكد ما حدث في مباراه الكاس يعني يستلزم مننا بعض التعديل في هذا الامر، لكن هي فقرات باذن الله هتجيلكم بعدين ما بتموتش يعني. في كل الاحوال يظل التحكيم هو محور الاحداث، ولا يمكن ان يكون الامر مجرد صدفه. ابراهيم، اهلا بك يا باشمهندس، واهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابه. هي بالفعل ايام اختبارات العداله، ان حبيتوا تسموه، لان اختبارات احنا كمان بالظبط ازاي على تحمل، محملين بكل ما نعرفه ومحملين بكل الضيق اللي جوانا والمخاوف، ومش عارف لن تسيطر على نفسك امام الكاميرا وتقول الامور بشكل يعني ربنا قدرنا يكون بشكل معتدل جدا وموضوعي جدا باذن الله، وننتصر على ما نعرفه. هواجسنا زي ما قال لكم المهندس عدلي، هي يعني ايام تبدو فيها الاحداث عكس الاتجاهات، وايام يظل الاختبار الحقيقي فيها للصفاره. مفيش اي حاجه في الدنيا هتمشي بدون عداله، وعداله مطلقه بين كل الاطراف، والتحذير من مخاطر انتهاك العداله هو ده جرس الانذار الحقيقي. اديني حق ومالكش دعوه ان انا وحش ولا كويس، اديني حقي واخسر انا كلاعب كتير على فكره، اخرج ادخل مش بتاعتك. معيار العداله انه يكون لك معيار ثابت على الجميع، مش كلها في اتجاه واحد، مش كلها في اتجاه واحد. فاحنا بنقول الشاشه هتتكلم والارقام هتتكلم واللقطات هتتكلم، ومجهزين لكم من ماتش النهارده من الماتش السابق حاجات كتير يعني، من الماتشات اللي قبليه. طيب النهارده الاهلي بيخرج من كاس مصر من دور الثمانيه قدام الاسيوطي بهدف، لكن ضربه جزاء والاوضح، يمكن حتى الكابتن عادل عبد الرحمن واحنا داخلين بيقول لي ده كان في واحده كمان في الشوط الاول لمحمد هاني، الناس كتيره ما وقفتش عندها، اتمنى ان فريق الاعداد يحاول يجهزها. لا، وضربه الجزاء اللي ما اتحسبتش الهايلايتس نيه عدم احتسابها، لا نيه عدم احتسابها انها مركبه، يعني في عرقلة متعمدة من حارس المرمى اللي كان على الأرض وقام ووقع صلاح محسن، ثم التاتش، ثم اللي الحكم الخامس ادى بعد ما شافها ادى ظهره يشوف بيسجد باللاين زمان، الحقني اعمل ايه؟ والحكم بيشاور هو لو وقفنا عندها يا جماعة شوية اهو كابتن حسام وكابتن سيد هيتجننوا يعني، ليه كده بقى؟ امتى بقى؟ شفت سلوك الحكم يعني؟ والثلاث حكام التانيين، هي المشكله ان ديت تحت عين العداله، تحت عين العداله بشكل واضح جدا. الحكم زاويه الرؤيه بتاعته واضحه قوي، والحكم المساعد الخامس اللي ورا المرمى الكره قدامه، بصوا اهو الحكم الخامس، الحكم يعني الخامس يعمل لك ايه؟ اللي يعمل لك ايه؟ لما استعان بيه لمثل هذه المواقف. بص ايد الراجل وهو بتوقع صلاح محسن، شايف الحكم مفيش حاجه تمنعه، والحكم الخامس اللي وراه هو اللي شايفه. فانا يعني حاله تلبس ولا اوضح من كده على الاطلاق. اهي ادي الحكم والتاني وما بينهم لاعب الاسيوطي. شوف الحكم الخامس بيبص اللاين زمان المدهش في الامر، المريب في الامر. احنا قلنا كده، قالوا اطلعوا من البلد. هنشوف كابتن الشناوي في استوديو التحليل وهو بيسجل رأيه عن وقعة أعتقد دليل بين جدا على أنه الأمور في التحكيم المصري لا فيها حاجة غلط كبير قوي قوي قوي. نشوف الكابتن الشناوي. هنقف هنا عند أول ما الكرة اللي تيجي في دماغ اللاعب اللي بيطلعها نقف، بس نقف بقى، بص نقف المسافه قد ايه من اللي بيلعب الكوره للاعب اللي واقف راح عند ايده بتاعت ستة ست ياردات، خمس ست ياردات.
اذا عنده مساحه ووقت انه يقدر يتفادى لعب الكره تيجي في ايده. هنا الكره جت في ايده وايده بالشكل ده لازم يعاقب بلمسه يد. خلاص يعني الموضوع مش محتاج ان احنا نتكلم. طبعا الحكم الاضافي لو قلت نرجع بس عشان نشوف مكان الحكم، شوف اللعبه من هنا، بص المساحه هنا ايده مساحه كبيره ومسافه كبيره. المسافه كبيره يعني مش الحكم قدامه كابتن الاضافي، يعني هو الحكم الاضافي بقى نقف عنده هنا. هل الحكم الاضافي النهارده يعني انا عايز اقول ما شافش انها جت في الايد؟ هل دي في اعتباره ان دي مش لمسه يد؟ طبعا هي المشكله النهارده ان احتساب لمسه اليد يعني التعمد. انا شايف هنا في تعمد لان اللاعب في مساحه كان يقدر ياخد يغير اتجاه جسمه، بدل ما يسحب ايده كان يغير اتجاه جسمه اللي هو للخلف، ما كانتش هتيجي في ايده. اذا النهارده المخالفه موجوده، الحكم كان عنده رؤيه، بعتقد ممكن يكون عنده رؤيه، لكن الحكم الاضافي عنده رؤيه 100% انه يقدر يساعد الحكم حتى انها جت في الايد او ما جتش في الايد. هو كابتن اكيد شافها جت في ايده، بس هو قرر ان هو متعمد او مش متعمد، هو ده بتاعه هو بقى. لا لكن كل الناس شافت انها جت في ايده. لا معلش، ما هو شاف اكيد شافها انها جت في ايده، اصل نو وين ما يكونش شافها. لكن المساحه هنا المسافه من لعبه اللي جاي من اللاعب اللي بيلعب الكره بدماغه للي هناك، في ممكن شايف انه بيلعب الكره والكره جايه لي، كان عنده فرصه انه يقدر يشيل. طبعا انا عايز اسال سؤال يا كابتن، لو الكره دي داخله المرمى وما دخلتش ضربه جزاء، انا معايا يعني هنحسبها مش هنحسبها ركله جزاء؟ لو دخلت طبعا هنا لمسه اليد واضحه ويعني القرار طبعا، لكن عدم الاحتساب ده خلي بالكم هي دي مشكله على مستوى العالم كله في كل الدوريات لمسات اليد، حتى لو بيتابع الدوري الانجليزي دلوقتي. اذا هي ضربه جزاء يا كابتن، هي ركله جزاء. طيب كابتن شناوي بيقول لك طيب الحكم الخامس، الحكم الاولاني شايفها، الحكم الخامس اللي ورا الجون عنده مساحه رؤيه، قال لك 100% ده هو 100% يعني ده هو محدش يقدر يبقى انفولفد او مشترك في الرؤيه أكتر زي الحكم الخامس. الحكم الخامس اول انطباع روح عمل ايه؟ راح باصص على اللاين زمان، عايز بس ايه يعني حد يخليه يحسب. لكن بص لاين زمان من اول ما جت هنا الحكم بص هيعمل ازاي، بص عمل ازاي، شاور في بتشاور على ايه؟ بتشاور على ايه؟ وبعدين بتعمل كده بيقول للحكم الخامس ما تنطقش، فالحكم الخامس بيستنجد باللاين زمان يمكن يساعده اللي هناك. ايوه طبعا. بص الحكم الخامس لف عمل ايه اول ما عمل له كده، ده التاني يعني ايه ده بياخد قرار يعني. لا يا حبيبي لا، ويعملوا اللي عملوه ويقولوا اللي قولوه. بص وبعدين ايه، بص بقى عمل ازاي، استنى هو بيعمل كده، بص الحكم الخامس بيبص فين. بيبص فين لللاين مان، مالك ومال اللاين زمان. طب والحكم الخامس اللي مزروع اللي ورا الجول، ما انا بقول لك ما انا بتكلم على الحكم الخامس. ايوه الحكم الخامس لما عمل له كده بص على اللاين زمان لعل ولا عسى يدعمه. يعني محمد عادل ده بيحسب ضربات الجزاء زي ما يكون بيشرب كوبايه الميه، انا بشوف في الماتشات. بص هي يعني هنا حتى بقى اي حد يتحزلق شويه ويقول لك ايه، اصل هو الخلاف على متعمد ولا مش متعمد، متعمد ايه ومش متعمد ايه. لا 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 ما استنى، هسال الكابتن سيف واستحلفه بضميره يا اخي. قول لي دي اللي بره ال 18 هتبقى لمسه يد وهتتحسب ولا لا؟ بس وبعدين هو بس هسأل سؤال. انا مش عايزين نعلق اكتر من كده يا كابتن سيف، يا اللي بتقول هي متعمده ولا مش متعمده، ارجو انك تجاوبني على السؤال ده من غير ما تحولها لخلاف. دي لو بره 18 هتتحسب ولا مش هتتحسب؟ ثانيا هو واقف فين؟ رقم واحد ورا منه على طول ب 3 سنتي خط المرمى، يعني ده منع فرصه هدف مؤكد ورا منه، يعني لو ما لمسش الكره راح جون. هو كمان لما الكره ما خدتش ايده وراحت في اتجاه ده وقعت تحت منه يعني حتى الاعاقه مستفيد منها بنسبه 100%. زاويه الرؤيه للحكم الخامس اللي ورا الجون مؤكد فيها زاويه رؤيه 100%، كل الحكم الثاني شايفها واللاينزمان شايفها الله والحكم الاصلي شايفها. طب ايه لا ده؟ مش هحسب لك، مش هحسب لك. هو لو عايز يحسب كان حسب العرقلة بتاعت حارس المرمى ابراهيم، هتقولنا من اول حارس المرمى دي بالراحه كده. ها؟ ومع صلاح محسن عمال يعيق فيه.
لا ده ايوه اللي هي ضربه هي انفرد راح اللعبه من اولها شويه راح مرقصه بص بالراحه بقى تعرف تجيبوها بالراحه ولا هي كده اهي اهي لا كده بعيده قوي مش هتبان في لقطه تانية دي مش هتبان بص الحكم شايف بيقول لهم ايه العب مفيش حاجه وبعدين الثانيه مفيش يا ساتر يا رب وبعدين النيه المؤكده بقى مش يروح مثلا زي ما شفنا الفتره الاخيره يعمل لك كونسلت مع الحكم الخامس ومع اللاين مان وياخد راي لا هو خلاص هو عازم الراي وعاقد العزم انه مش هيحسب فحتى ما حبش يستعين ولا يتداول يا ابراهيم بص الحارس المرمى بص الايد الثانيه فين بقى لما عدي امشي امشي بالكادر امشي في الشورت امشي اهو اهو بايده اليمين والحكم فين؟ بص هو فوق مين يا راجل هتنام ازاي النهارده؟ هتنام ازاي النهارده يا عم عادل؟ هتنام ازاي النهارده؟ اهو وفتح بسلامته دراعاته العب القرارات متاخده قبل المباراه يا ابراهيم قبل المباراه اه طبعا واللي عايز يحاسب يحاسب ده شغل عند ده شغل احسن ما في خلكوا اركبوه كابتن حسام بيتمالك نفسه وبيرى ان دي كرة قدم طبعا وهي دي كرة قدم بيحصل فيها هذا الكلام اصابات كتيرة نقص كبير محبش يخش في الاسباب قوي لان الحقيقة من ضمن الاسباب ايه اللي كل 3 ايام ماتش ده ما هو مش كل الفرق هتعاني يعني الفريق الذي يتحدى نفسه يتحدى البطولات ويتحدى ارقام ويتحدى بيبقى عليه حمل اكتر لان كل الفرق بتلعبه بكامل الطاقه وبعدين من حقها تريح مفيش مشكله وانت تكمل لكن انت بتكمل تجد نفسك برضه عايز تبذل كامل الطاقه وكامل التركيز وكامل يعني اهو شد اصابه اجي وانت داخل على ماتش الترجي ربنا يعلم بقى بـ 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 بالموقف اللي الفرقه فيه واللي الكابتن حسام فيه. لكن في نقطه مهمه ابراهيم عايزين نلمسها هو احنا بنتلكك بالتحكيم؟ يا جماعه لو بنتلكك بالتحكيم تعالوا نشوف هل احنا يعني احنا كنا واخدين عنوان واحد للحلقه دي قاضي ولا مخرج؟ لان الكلمه اللي الناس بتخبي وراها كل الاخطاء نجح الحكم بامتياز وخرج بالمباراه لبر الامان عندما يخرج بالمباراه على حساب قرارات لبر الامان انت تخرج لبر الامان من خلال صفاره عادله بالظبط مساله الامن والامان دي مسؤوليه ناس ثانيه مش بتاعتك انما لما تكون نازل عشان تخرج بالمباراه لبر الامان تحولت الى مخرج ايوه وهنا ما تصبحش عادل بالظبط لانك في سبيل انك تخرج للمباراه بره الامان هتتغاضى عن قرارات تراها لو خدتها تحقق العداله بس تهدد سلامه المباراه وده مش دورك وكأن مثلا انت عايز القاضي اللي على منصه المحكمه يحكم حكم يرضي الطرفين عشان الامور تطلع ضربة جزاء عشان هو يقر العدل يعني حد يفهمني يا كابتن عادل تفسيرك ايه طيب؟ تفسيرك ايه للمسكه؟ من الشرط تفسيرك ايه للراجل اللي مادي دراعه على امتدادها وضربه جزاء ده اتحسب على النادي الاهلي كذا ضربه جزاء كده يا اخوانا ده اتحسب على النادي الاهلي في مباراه الافتتاح اللي الكابتن عصام عبد الفتاح رايح فين رايح يتداول لا يعني يتداول مع مين ما راحش ناحيه الحكم هو قال لهم استنوا شويه وجري مين بص الحكم هيعمل ايه بص اهي اتمسك بيه ده قام وقف يعني مش مسكه وسند عليه وقام هو ده سبق الاصرار والتعنت يعني فانت بدل ما فوت الاولانيه مش ناوي تحسب الثانيه اهو ايده كده الطبيعي بقى يفضل بص ايده اليمين فين؟ ايده الشمال تحت وايده اليمين في الشورت الراجل بص ودي اهو شوف الثاني اللي على راي الكابتن عادل عبد الرحمن العماله الزايده اللي ورا قال لك دي عماله زايده طبعا يعني ايه يعني وبيبص اللاينز مان عايز منه ايه عايز ايه من اللاينز مان قدامك انت
لا بس انا عاتب برضه على اللي بيجري مع ده، كان نجيب ولا مين؟ اه اعمل فاول تكتيكي يا اخي، الراجل خلاص هيخش على 18. كوره ما لهاش مبرر، اتقطعت مننا تمرير عرضيه، ودي اخطر تمريرات عرضيه. ده سيريوزو اعظم لاعب خط وسط في العالم وقتها، ضيع كاس العالم من البرازيل بكره زي دي. الكور اللي بتتباصها بالعرض وفي واحد في النص، انت ليه ضامن قوي انها واصله؟ بص بص هنا اعمل فاول تكتيك، انما اعتمدوا على بعض الاثنين في حراستهم. اه اعتمدوا طبعا على بعض. لا ما هو هو الاخطاء التحكيميه الفجه قوي يعني لا تخفي الاخطاء الفنيه اللي موجوده. شوف يعني الجون ده خطا او الظروف الصعبه. لا الجون ده خطا لكن كمان كل ماتش يحصل لك عدم توفيق بالمنظر ده، ايه ده؟ ما هو برضو اخفاق الحكم ده عدم توفيق طبعا، ده ضمن عدم التوفيق. من ضمن عدم التوفيق ان كل اللعيبه المهمه عندك بتتعور. ازارو يخرج ما يلعبش ماتش الزمالك، جاي يلعب ما يكملش من ماتش ويخرج. سعد سمير، سعد سمير يعني متعور. يخرج بفاول كارثه، وال اوباما ما يطردش فيها وزعلان انه خد انذار عشان سعد يغيب كل ده. طيب انا طبعا ما عندناش لسه احصائيات المباراه، ها ما عندناش، ما سمعناش السداد تحليل لان احنا قاعدين هنا، لكن اللقطتين اللي قلنا نقدر نتكلم عليهم يعني. طب احنا كنا مجاي، بص يا استاذ ابراهيم انت عملت شيء ها وجع دماغنا كلنا، وكانت فرصه للي عايز يتلكك ها من قبل واثناء وبعد المباراه، خصوصا بعد الهزيمه من الزمالك، ما نشتم مجله الاهلي. انا شخصيا لو سالتني كنت هقول لك بلاش، بس دوافع تانية، لان عارف هيسيبوا الدنيا كلها يمسكوا في الحته دي، ولانه برضو بنكتب كاننا هنفوز 100%. وانا الحته دي انت عارف بتخوفني، فكنت هقول لك بلاش، لكن انت عندك كواليس، و النادي الاهلي بقيمه ومعاييره العاليه جدا ما قبلش ان يكتب عنوان زي ده. رغم انا احسب لك 10 دقايق ولا ربع ساعه زي ما انت عايز تتكلم في هذا الامر، لان لم يتح لك الفرصه انك انت مش تدافع عن نفسك. يا جماعه اللي عايز يعرف قيمه الراجل ده كصحفي اهو، ادي العدد الشهري، شوفوه واحكموا مين هو ابراهيم منيسي. ولكن قد زي اي حد يكون عمل حاجه لا يصادفها التوفيق والاحداث تبرزها قوي، لكن المزاد اللي اتفتح عليها والاستغلال اللي تم ليها والمزايده اللي تمت وان كانت بتضايقك بس اسعدتني. عارف ليه؟ لان كل واحد يقول لك، هتقول لي مثلا ما هو مجله الزمالك كتبت الكلام ده كتير ولم يتوقف احد، يوم هم بس انت الاهلي. طب مش عارف ايه التحكيم بيتكلم والناس كلها بتعلق على التحكيم، بس انت الاهلي لما تتقال من المقربين ومن المنافسين دي بتحطك في الحته اللي احنا حرص البرنامج دي ان نحط النادي الاهلي فيها، اللي هي ايه؟ ان معاييرنا عاليه قوي محدش يقدر يتعامل بيها غير النادي الاهلي. فانت ممكن واحد يشتم واحد يفضل يشتم فيه والتاني متماسك لانه راجل باشا ما بيردش. وبعدين لما يقول له كفايه يا اخينا بقى بلاش قله ادب، الله 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 الله، انت بتقول الراجل كفايه بلاش قله ادب؟ لا 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 لا، مش مستنيين منك دي يا باشا. لا لا لا، ليه؟ حاطينه في معيار بعيد قوي عن التاني. المعايير يا استاذ ابراهيم ها من خلال الانتقاد المبالغ فيه لعنوانك ها اللي هو يعني كان له كواليسه، ارجو انك تقولها من غير ما تكون بتدافع عن نفسك، انت ما انتش متهم، لكن دي معترف بان معايير الاهلي عاليه ما حدش يتعامل بيها غير الاهلي. شوف الحقيقه انا امبارح في العزاء بتاع زوجة صديقنا العزيز أيمن الشندويلي
عضو النادي الاهلي يعني بنشاطره الاحزان في وفاه زوجته تعرضت لحادث سير في التجمع الخامس وهي بتعدي الشارع. لا حول ولا قوه الا بالله. فقابلت الاستاذ طارق علام صديق عزيز، قال لي بقول لك ايه، هو ما حدش لعب ماتش الاهلي والزمالك ده الا انت. كل استوديو تحليل ما بيتكلم طارق علام على فكره زملكاوي. قال لي ده انا بستغرب كل ما اسمع استوديو تحليل يقول جمله فنيه بس ونشيت مجله الاهلي. قال لي ما حدش لعب الماتش ده الا مجله الاهلي. فده خلاني الحقيقه بهدوء نقف مع بعض الحاجات. اهلا بالزمالك مساء الخميس، ده المانشيت اللي اثار هذه الزوبعه الكبيره جدا اللي اعتبرت سبب في نتيجه المباراه واللي اتعملت لها سلخانات اعلاميه في كل الاستوديوهات. وخلينا اقول لك بكل تاكيد ملك وكتابه هو كان السبب، لانه كل البرامج الاخرى اللي عندها بعض الضيق من تناول ملك وكتابه ومتابعتها للي بيحصل عندهم لقوها فرصه، لدرجه ان ناس كتيره كتبت وقالت يوقفوا المجله ويوقفوا ملك وكتابه. وايه علاقه ملك وكتابه؟ لا تلاقي هو ده السبب الرئيسي. ماشي، هو ده السبب الرئيسي. المانشيت اللي انتوا شفتوه حضراتكم، اولا من الناحيه الصحفيه انا عايز حد يقول لي، حد يكون بس ابن مهنه شويه، ايه المشكله في هذا العنوان؟ المشكله شافوها في اهلا بالزمالك مساء الخميس. خلينا نتعامل مع السطر الاولاني. مجلة الاهلي يا جماعه، كلمه حكم ملاك. اوكي ما انا هاجي لك للسطر الثاني، بس انا بتكلم على، لانه انا على المستوى الشخصي يضايقني جدا جدا ويسيئني قوي ان انا اتهم في مهنيتي بمحاوله استخدام ايحاءات هابطه. لا دي اخلاقي ولا دي قناعاتي المهنيه، ولا بالمناسبه لو هعمل الايحاءات مش هعملها بالشكل العبيط ده اللي هم فاكرينه، يعني حتى من ناحيه الصنعه نفسها الصحفيه لا ما تتعملش كده. فبالتالي صدقا ما كانش فيه اي هدف من اي ايحاء الناس راحت له. وهقول لكم الدليل ايه. حد زميل احمد الخضر طلع مع علاء عزت يقول له اشمعنى تقول الخميس؟ هي الناس مش عارفه المباراه امتى؟ اللي درس الصحافه يا جماعه عارف انه في الكتابه الخبريه في حاجه اسمها الفايف دبليو، اهمهم هو انه اي حاجه تقولها امتى، خاصة مع جدول دوري متغير باستمرار محدش عارف الماتش ده امتى. فاحنا هتلاقوا دايما وابدا عندنا عرف ثابت في المجلة، اي مباراة هتتلعب امتى مذكور اليوم. ده العدد الاخير. هقول لكم بعض الاعداد اللي فاتت اللي باستمرار، بصوا اهلا بالزمالك حبيبنا الاثنين، ده السنة اللي فاتت. يعني بص كتبت الاثنين وخلصت. بصوا بقى، لا استنى شوارب بقى ما تضيعش اللي فاتت. اسمع، الاثنين الشهير بيوم الخميس كويس. لما قلنا اهلا بالزمالك حبيبنا الاثنين في مباراه في مباراه سابقه، بصوا اهلا بالزمالك موجوده اللي دلوقتي بقى ليها ايحاء عشان تشوفوا هي والله القضيه قضيه تربص وتعنت مع ملك وكتابه. اهلا بالزمالك مساء الخميس، اهلا بالزمالك الاثنين. طب المباراه اتلعبت يوم خميس، نعمل ايه؟ نقول مثلا اهلا بالزمالك مساء اليوم اللي ما يتسمى، او اهلا بالزمالك مساء اليوم اللي قبل الجمعه، او بالزمالك. اهو شوارب قال لي لو قلت ليله الجمعه تبقى مصيبه اكتر، هنقول بعد يوم اللي قبل الخميس، اللي بعد الاربع. يعني يا جماعه بصوا ده الدليل اهو، اهلا بالزمالك حبيبنا الاثنين. يا يعني خضري والناس اللي عايزه تفهم صحافه وحبيبك الخضري ده يا اخوي. يا ما انا بقول لك اهو، بس الناس يا جماعه، ما هو انا مستعد اناقش مناقشات. عايز رايي؟ عايز رايي؟ الكسبان من حقه يقول اي حاجه. كويس. بصوا اهلا بالزمالك حبيبنا الاثنين، ليه ما عملتش كارثه؟ ليه ما عملتش؟ ما احنا قلنا الاثنين اهو، لما قلنا مساء الخميس كانت فين المشكله؟ هتلاقوا في اعداد سابقه برضو بعد كده او قبل كده. دايما وابدا اليوم بيذكر، لو هنلعب يوم الاثنين بيذكر، الثلاث بيذكر، الاحد بيذكر. بصوا مثلا بطل الدوري يسعى لزياده الانتاج السبت ويواجه الداخليه الاربعاء، ده في 22 فبراير اللي فات. يعني السبت موجود والاربع موجود والاثنين موجود. لما الحاج عامر حسين عمل المباراه مساء الخميس بقت فين المشكله؟ بقت المشكله عندنا احنا، واخد بالك؟ وما قلناش ليله الخميس، المباراه مساء الخميس.
ايه بقى حدوته هذا الاسقاط اللي كله عايز يستخدمه؟ وزي ما قلت لكم هي فقط حاله تربص وتاويل. اذا ارجو انها تكون سبب استخدام يوم الخميس ان المباراه يوم الخميس. اللي عنده تشكيك في كده يبص على الاعداد السابقه لما قلنا اهلا بالزمالك الاثنين، ادي هنا اهو العدد اللي قبل اللي فات رقم قياس البطل الدوري واحتفاليه الدرع الاحد. يعني باستمرار وده التزام زي ما اقول لكم. بس صدقوني هي المشكله ان في ناس كتيره بتتكلم في المهنه دي من غير ما تعرف عنها حاجه، لا درستها ولا حاجه، كله نط من السور ودخل في الشغلانه. في ناس ما كملتش تعليمها بتنظر معايا على الصحافه في بعض البرامج. يا جماعه اتكلموا، خليكم فاهمين احنا ليه بنذكر اليوم. بنذكر اليوم علشان جدول الدوري متغير واساسا فاضل لك خمس دقايق في اساس الصياغه الخبريه هو ده. هنيجي للسطر الثاني، الحكم الملاكي. طيب اولا الملاكي لا فيها اي نوع من الاساءه لمحمد الحلف اللي تم اختياره خالص، لكنه هو ملاكي بمعنى اعتيد على اسناد هذه المباراه ليه او مباريات الزمالك او الحكم المستخدم دائما في مباريات الزمالك او المفضل دائما لدى نادي الزمالك. طلعوا قالوا لا ده السنه دي حكم ماتشين، هو الحنفي ده ظهر السنه دي والزمالك ظهر السنه دي فقط. عملنا بناء على ده لانه حتى الناس لما اتكلمت ما حدش قرا، كله خد العنوان، ما حدش كلف نفسه يفتح المجله يشوف فيها ايه. انتوا هتلاقوا لو عملت احصائيه لاخر اربع مواسم، واربع مواسم ليه؟ اربع سنين علشان هي دي مده الدوره في اتحاد الكوره. هتلاقوا انه الحنفي رقم واحد في اداره مباريات الزمالك. ولو المخرج جاهز عنده القايمه بتاعه مباريات الزمالك هيلاقي الحنفي ادار 15 مباراه للزمالك في الاربع سنين. 16 مباراه بالكامل يا باشمهندس. سمير عثمان بعد منه ادار 14 مباراه، ومحمد فاروق ادار 13، والصباحي ادار 13، وامين عمر ادار 12، ومحمد معروف وابراهيم نور الدين كل واحد ادار 11، محمود عاشور اضاف 10 مباريات، والبنا 9 مباريات، ومحمد عادل بتاع الهلال دي 8 مباريات، وجهاد جريشه حكم 7 مباريات. وطبعا لو تناولنا بالتفصيل مباريات الحنفي مع الزمالك هتاخد وقت كتير، لكن خلينا نقول احنا ما بنتكلمش على المستوى، بنتكلم على الاعتياد. الحكم الذي يفضل لا داخل اللجنه ويفضل داخل حتى كتير من مكالمات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك انه مش عايز فلان وعلان وزيدان، ده استخدم كتير جدا وكل الناس عارفاه. اصبح اللي بيتهجم على الحكام ويتهمهم بالرشاوي ويتطاول بسب وقذف، هم قالوا هنرفع دعاوى وما عملوش حاجه، كل ده ما حركش ساكن لاي حد من الزملاء الاعلاميين اللي انتفضوا فجاه دفاعا عن هيبه التحكيم فقط لكلمه الملاكي. وكلمه الملاكي عايز اقول لكم حاجه، ودي بقى الكارثه، لما استخدمتها مجله الزمالك في عنوان رئيسي قائمه الحكام الملاكي للاهلي بالاسماء في الصفحه الاولى، اللجنه ما زعلتش، لجنه الحكام ما زعلتش، لا اللجنه ولا البرامج ولا اي حد ولا عشان اقول لكم القضيه قضيه تربص. ادي مجله الزمالك فين العنوان؟ اهو بالاسماء القائمه الملاكي للاهلي او الحكام الملاكي للاهلي تحت صوره عصام عبد الفتاح في الصفحه الاولى في مجله الزمالك. ما زعلش الكابتن عصام، ما ده اللي بيدهشني. دي امتى بقى؟ في عز موسم الغفله الاهلاويه اللي نادي الزمالك خد فيه مجاملات تحكيميه حسمت الدوري بتاع 14-15. دي في 28 فبراير مارس اظن 28 مايو 2015 قائمة الأسماء الحكام الملاكي للأهلي. الملاكي وقتها ما كانتش بتجرح، دلوقتي الملاكي بقت أجرة. ده إيه؟ ده في موسم الزمالك المتقدم على الأهلي فيه. أه يعني شوفوا نفس اللفظ، أنا جبت لكم نفس اللفظ، أهلا بالزمالك الاثنين ما زعلش حد. الحكام الملاكي في مجلة الزمالك ما زعلتش حد. أقول لك رأيي بقى؟ أه لأنك المنيسي ولأنها الأهلي. اصبر بقى خلاص، أنت مش قلت ما تخشش معايا في جدل. خلاص. أنت قلت الرأي العام هيحكم. أعتقد إن الأدلة ها تقود المحايد إلى الحكم العادل. لكن اللي مش محايد ما هو مش هيحكم حكم عادل. مهما اديت له من أدلة. لكن أنت اتحسبت لأنك إبراهيم المنيسي
ولان المعايير بتاعت الاهلي عاليه، ولان هناك قيادات في الاهلي مش عايزه ناخد السكه دي، ها، وخافت لا ناخد السكه دي. كويس ماشي، بس ده معناها لما المنافس بقى بتاعك يستخدم معيار الحساب او الاعتراض علشان يوجه سهامه ناحيتك، وكل حاجه خلاص بانت ان لانك الاهلي ولانك المنيسي هذا وسام للاهلي وتقديرا ليك كاعلام كبير، وهذا التقدير انا لمسته للناس اللي زايدت بقى، لا كابتن بيبو مش كفايه، ده لازم يمشي من المجله، يا كابتن بيبو ملك وكتابه، يا تمشي من ملك وكتابه. اذا التزايد، ومن ناس يا اخي والله بحبها، بس جت اللحظه اللي ايه طلع فيها الشعور. هو سيدنا علي باين له مقوله جزى الله الحوادث عني خيرا، لان هي بتكشف النفوس فيها ايه. يعني انت يجوز اتضايقت لك يومين، لكن كان يومين كاشفين على قدرك، لازم تتحاسب بالمعيار ده، ما يصحش يصدر منك كده يا ابراهيم، مش انت، سيب غيرك يعمل كده. طيب او النادي الاهلي، لا مش النادي الاهلي، تساوي نفسك بكذا وكذا وكذا لحد ما كذا وكذا وكذا، يقول لك لانك انت يا كابتن بيبو مش كفايه. وقف يوم الكابتن بيبو، لانه راجل يقدرك ويفصل بين الامور، هو اتضايق من حاجه، لكن هذا ليس معناه ان هو متضايق منك او متضايق فقدرك، مش قدرك، بعت لك، وانا عارف انه بعت لك لانه قال لي، يقول لك انت راجل لك عندنا قدر كبير من الاحترام والمحبه، وانا اعرف قدرك ده، مش عايزك انت بقى، لان انا عارف اليومين اللي فاتوا دول كانوا فايتين عليك صعب، وصعب عليك من ناس كتير كنت تظنهم قريبين منك او يبادلوك. شوف يا باشمهندس، انا اكتر حاجه ضايقتني بجد بقى انك تتهمني في اخلاقيات المهنه. انا بناتي كانوا بيتضايقوا جدا وينزعجوا من التعليقات اللي على تويتر اللي صورتني ان انا مروج صحفيا لحاجات هابطه. هي دي المشكله. أيوة، انا عايز اقول لك على حاجه، ما هو هقول لك على حاجه على سبيل المثال، المصري اليوم، والمصري اليوم جريده جاده محترمه، انا يعني بحطها في المعايير التجارب الصحفيه اللي بالمناسبه بهن الصديق العزيز حمدي رزق على تولي رئاسه التحرير، وحمدي رزق واحد من مجموعه نأمل دفعه 86 نأمل اللي هي خير. إذا كان هو أو ياسر رزق أو عماد حسين أو عمرو أديب أو يسري فودة أو عادل السنهوري، عارف مجموعة كبيرة جدا، حتى معظم رؤساء تحرير مصر اليوم من هذه الدفعة. الدفعة دي كانت بينه وبينها دفعتين، يعني كان في الكلية قبلهم دفعة إبراهيم عيسى وإبراهيم منصور. فحد أنا عارف حمدي رزق وعارف قيمته. لكن لما يطلع بعض الأخوة النقاد الرياضيين، وكل الزملاء اليوم عندي كل التقدير، وأنا مش من النوع اللي بحب دايما أسيء لأي حد يعني في زمالة المهنة، يطلع يقول أو ينتقد منشط مجلة الأهلي، هنشوف إسلام صادة وهي برضو كنموذج لهذه الإساءات، ونشوف نفسه المصري اليوم تعامل إزاي. وصفوا بإيه البيان، العنوان، العنوان نفسه، المنشط؟ يعني منشط الأول بتاع المجلة درجة ثالثة. منشط درجة ثالثة. منشط درجة ثالثة، ما عنديش مشكلة خالص في تقبل كل الآراء من أي زميل صغير أو كبير خالص، بس إسلام الراجل ده في المصري اليوم، زي ما أخونا بليغ عابد أبو عابد صديقنا العزيز برضه في المصري اليوم عمل مداخلات وزعلانين قوي من المنشط. شغالين فين في المصري اليوم؟ أنا صاحب منشطات درجة ثالثة. طب المصري اليوم اللي حضراتكم فيها تاني يوم للمباراة كاتبت ايه؟ الأبيض العالي
اهلا بحضراتكم من جديد. المؤكد ان النادي الاهلي بكل ثوابته التاريخيه اكبر داعم للحكام المصريين. ده قولا واحدا. والمؤكد انه النادي الاهلي لا يطلب ولا ينشد دايما الا حقه. اديني حقي واتغلب فنيا. اديني حقي واحاسب مدربي. اديني حقي واعاقب لاعبتي، بس اديني حقي. هو ده المعيار العداله. هو ده اللي المفترض بعد كل التطور اللي حاصل في الكره المصريه يكون اختيار الحكام المصريين وفقا لهذا المستوى وهذا المنهج. صدقوني المشكله في اتحاد الكوره كبيره قوي في الجزئيه دي تحديدا. وفي تدخلات كتيره، وفي يعني المهندس عادل في البدايه قال لي المشكله بتاعتنا ان احنا ما بنقدرش نقول كل ما نعرفه. لكن خلينا داعمين ومساندين للاتجاه الايجابي. بس في نفس الوقت وانت سيادتك بتثور وتنتفض وتزعل من كلمه، مع ان الكلمه انا قلت لكم ما فيهاش اي شيء مقصود غير تكرار الاختيار اللي بتدلله الارقام بوضوح شديد. بس انت قلت لي حاجه. آه. بس انت بتحافظ على مصادرك. ملاكي، وافضل انا احافظ على مصادري لسبب. ملاكي دي جات لك من داخل من داخل الاتحاد، من داخل الاتحاد، من مسؤولين قبل الماتش، من داخل الاتحاد مسؤولين قبل المباراه. قال لي كبر دماغك اللي يحكم المباراه الحنفي. ان احنا كنا بنقول ليه عايزين حكم اجنبي يستمر؟ ليه دلوقتي بتغير القرار؟ ما ارتحناش. فكره التغيير وراها سبب غامض. ما تقوليش الحفاظ على التحكيم، لان دجيش بحسه، جريشه بحسه ووعيه لما قال له حكم انت الماتش، انت الحكم رقم واحد في مصر. قال لهم لا يا عم، انا اجيب لنفسي مشاكل ليه؟ اذا كان متوجسا هذه مباراه بتاعت مشاكل. طب عنده الاحساس بهذا، ده اللي رايح يعني باذن الله عنده امال كبيره في كاس العالم. تقوم تختار واحد مش دولي. اه. وبعد كده انت زي ما هنشوفه دلوقتي هيقول ان مين اللي هيقول، انا عايز اتذكر، ان يعني هو الاستاذ مرتضى نفسه قال ان رئيس الاتحاد بيتحايل عليا. هتسمعه دلوقتي. وما تخافش ما تخافش. آه. يعني قد يكون هذا حقيقي. اذا قاله رئيس الاتحاد ولم ينكره احد يبقى خلاص حقيقي. رئيس النادي، وهو انا مش مفروض ان انا اتشكك في كلمه اقولها رئيس النادي. بالظبط. لا، الا ان يصدر عكس، والا اذا حد هو بقى قال. آه. ما حصلش. بالظبط. ما حصلش هذا الكلام، فقال هذا الكلام. بس قال كانوا وعدني بابراهيم نور الدين مش ده. ها؟ الكواليس بقى ان هو كان اسمه في الثلاثه، واحد من الثلاثه دول. طيب. انت عندك الفيديوهات دي؟ اه. طب مش هستبق الاحداث؟ لان طبعا احنا ليه بنجيبها؟ لان احنا واحنا بنقول حكم مصري كنا خايفين من اللي هيحصل في المباراه. كنا شاعرين ان لو حكم مصري ده اللي هيحصل. تصل الامور لدرجه ان يتقال من مسؤول كبير هو نفس المسؤول عن التحكيم. لا، مش الحكم اللي الدوري المصري مش عايز حكم اجنبي، ده عايز فرقتين اجانب او لعيبه اجانب. يعني وصلنا الى هذا، خلاص اضربوا دماغكم في الحيط. المشكله في الاتحاد السماح بهذه التدخلات. كابتن الخطيب لما تدخل ببيان عبر فيه عن دعمه وثقته وحرص النادي الاهلي على مسانده الحكام المصريين، وده ثابت من الثوابت. ما حددش، قال لك منظومه منها التحكيم. طيب انا ما بلعبش في الملعب لوحدي، انا ما بنافسش نفسي، انا بصدد منافسين اخرين ليهم كل هذه التدخلات. عشان كده الميزان لازم أن يعتدل. هذا الخلل اللي موجود عند لجنه الحكام وعند اتحاد الكره لابد من علاجه. مش من حق لا الاهلي ولا الزمالك، وانا بقول لكم مش من حق الاهلي حتى، انه يفرض حكام بعينهم، انه يتدخل في تعيينه حكام، انه يشترط بلاش علان وزيدان وبعت لي ترتان او فلان. ده مش من حق، زي ما هو مش من حق الاهلي، مش من حق الزمالك، ومش من حق اي حد. لو عايزين تشتغلوا شغل صح، اساس الامور كلها الاختيارات، التعيين. انما التعيينات الموجهه لا، بيتقال فيها كلام كتير قوي. وفاكرين التسريبه اياها بتاعه الكابتن وجيه مع ثروت سويلم، وهو بيقول له ثروت بيقول له ابعت له حد يريحه، قال له هبعت له جهاد جريشه صاحبه. كده كان الكلام كده لو فاكرين. مثل هذه التدخلات هي اللي لازم تقف.
مثل هذه التعيينات الملاكي، لو هتزعلكم الملاكي لان تعيينات ملاكي مش اجره، ايه حلها ونهايتها لغايه فين؟ هي دي المشكله. سياسه اختيار الحكام للمباريات بعينهم، انا اتقال لي عندنا حكام صنايعيه بيطلعوا اللي احنا عايزينه، مخرجين كده، مخرجين. عشان كده بقول لكم ده اللي لازم نتوقف يا جماعه. الحكم ينزل معصوم العينين خالص، يحكم لا فرق عنده لا احمر ولا اصفر. بس في نقطه، لان طبعا بعد كلام اللي حصل واللي بتقوله تاني ده، اقول لك هجوم على الحكام او اتهام للحكام. هو ليه احنا معتبرين ان الحكام ليهم حصانه؟ الحصانه الوحيده للحكم في الملعب، لكن الصفاره محل انتقاد بدليل ان الكابتن عصام عبد الفتاح كان يحلل الصفاره في الاستوديوهات. ما يعني ايه؟ لو هو معصوم يبقى محدش يحلل له حاجه. بالظبط. لكن انتوا بتطلعوا تحللوا وبعدين تبقوا مسؤولين. تحرموا. الله، دي حاجه. الحاجه الثانيه، هو التحكيم في العالم كله مش بيتحاسب يا اخوانا؟ ده لسه الاتحاد الافريقي اليومين اللي فاتوا دول واقف حكم نيجيري للتلاعب في نتائج مباريات الكونفدرالية. والجورج لامبتي ما اتوقف واتشال. واللي اتشطبوا لامبتي وبتروس ماتابيلا دخل السجن. وماتابيلا اللي اتكلمنا عليه بتاع جون طب ايد ما ايد انرامو دي النهارده ايد اسمه ايه ده بقى اللي لعبها النهارده؟ إيه؟ زيه نفس الايد، بس ده حكم افريقي اتشطب وده حكم مصري عمل لهم كده، والحكم الثاني لف عمل من بنها. الحكام النيجيري لسه عبد المنعم لصه بيفكرنا، الحكم النيجيري اللي اتوقف ده بيطلب حكام من جنوب افريقيا يساعدوا فريق نيجيري. يعني هو كل تدخلاته بيطلب من حكام من جنوب افريقيا يساعدوا الفريق النيجيري، فاعتبر ان ده تدخل فتوقف او ده. ايوه هو تدخل. يعني لما تكون عايز تنقي المنظومه ما بتسمحش بالتصرفات دي، او ما تعملش حساس للنقد. اعتبر يا سيدي ده نقد، زي ما انت من حقك تطلع تقول مؤامره من الفرقتين على الحكم. ما انت اتهمت الجهاز الفني واتهمت اللعيبه واتهمت الادارات. الحكم كان 10 على 10 بس كان في خمس لعيبه من هنا لازم يطردوا لو حكم اجنبي، وخمسه من هنا. طب ازاي بقى 10 على 10 وفي 10 لعيبه لازم يطردوا ما اتطردش منهم واحد؟ لانه خرج بالمباراه لبر الامان، اذان صنايعي. ما تزعلش مني، انت اللي قلتها. انت اللي قلتها. الصفاره بتاعت عدم احتساب ضرب الجزاء بتاعت النهارده دي بتجوب باي مقالات. ده شغل صنايعي. ده مش صنايعي بقى. ده احسن ما في خيلك اركبه. لان ما فيهاش صنايعيه حتى. بص، التدخلات بالتوجيه كانت وصلت لغايه فين؟ نسمع الكابتن عصام عبد الفتاح وهو يتحدث في راديو نغم اف ام مع زميل محمد شبانه. بصراحه بقى يعني بصراحه. أنا اللي حصل ما بيني وبين المستشار مرتضى منصور عشان الناس تعرف إن أنا يعني أنا ما بحبش أتعامل في الظلام، بحب أتعامل في النور، لأني ما بخافش من حد ولا أتخن تخين، أنا راجل عسكري ومحدش ماسك عليا حاجة، فأرجو إن إحنا نبدأ موسم محترم. المستشار مرتضى منصور بعد الماتش الأول لنادي الزمالك بعت لي رسالة. يعني الراجل ما غلطش فيها، بيقول لي إحنا هنبدأ من أولها، الزمالك تعادل أعتقد مع الإنتاج أول مباراة. تمام. واحد بعت لي رساله، الراجل بيقول لي هو احنا هنبدا من اولها الوساخه في الرساله. انا ما رفضتش عليه لان انا لا ما فيهاش حاجه بصراحه الرساله دي، يعني بصراحه فعلا ما فيهاش حاجه يعني. فانا ما رفضتش السبب لان انا محترم. انا راجل محترم يعني ايه ماشي يعني. اعتبرت ان دي ما اعتبرتوش ان هو رئيس نادي الزمالك، اعتبرت ان هو مشجع من الناس اللي يعني بقى بيثيروا على نادي الزمالك، متعصب لنادي الزمالك، شيء طبيعي رغم ان التحكيم ما حصلش فيه اي حاجه يعني. تمام. الرساله عندي على التليفون. تمام. طيب كلمه هنبدا الوساخه ما فيهاش حاجه، بس الملاكي فيها كل حاجه. لما تيجي منك طبعا. انت ابراهيم المناسي وفي مجله الاهلي، معيارك فوق هنا. طيب نشوف الكابتن، هو ليه الحنفي صحيح؟ يعني قلنا الارقام. هل القضيه كانت الحنفي يا استاذ ابراهيم؟ انا ما كنتش شايفها القضيه الحنفي. يعني كان فلان ولا علان ولا تركان. واحنا على فكره ما هياش نقد للراجل خالص. ما هياش نقد للراجل خالص. ما هياش الحنفي. انت عندك حكم مش دولي. وارجو برضو نتفاهم حته يعني ايه مش دولي. انت بمعيارك او ترشيحاتك او
المعايير الانضمام للقائمه الدوليه الراجل ده ما دخلش. ممكن يكون حكم كويس، ما بتكلمش في مستواه الفني، لكن في الجاهزيه الانيه السبعه الدوليين اللي دخلوا القائمه، خبره الماتش ده، الناحيه الفنيه والناحيه البدنيه بتاعتهم، هم دول اللي دخلوا القائمه الدوليه، والراجل ده ما دخلش. ومش عايز اتكلم في اسباب عدم دخوله، لكن لما تختار لمباراه هي الاهم في الموسم، اهلي وزمالك اهم مباراه، لما يحكمها حكام مصريين تبقى محتاجه ناس في مستوى جمال الغندور، ناس في مستوى الحكام التقال اللي ادروها عصام عبد الفتاح اللي ادروها قبل كده بتقل، لكن تجيب حد مش دولي. يبقى مفكرك يا كابتن عصام وقتها كنت شايف الحنفي مفضل للزمالك ليه؟ باسم الدوله كابتن خالد وهؤلاء الحكام تمام، هذا الحكم نادي الزمالك دائما محظوظ معاه، مش بنقول ان هو بيجامي نادي الزمالك مثلا يعني او غيره او غيره، يعني نادي الزمالك ما خسرش مع محمد الحنفي في اي مباراه مثلا يعني. عندنا يعني خلاص عشان نقدر نوصل لاهدافنا، انا بجيب لك الكلام او انت بتجيب الكلام او الاعداد بيجيب الكلام على لسان المسؤول اللي ما يزعلش مننا قوي لما نقول كده، هو اللي قال ده الحكم المفضل لانه محظوظ معاه. المفضل يعني ايه؟ هي ملاكي يعني بل يا ريتك قلت الحكم المفضل يا اخي، انت ليك ساعات حاجات يا ابراهيم كنت لازم اعملها اجره مش ملاكي طيب غيره طيب اللي حصل بقى في الماتش، اللي حصل في الماتش الناس كلها اتكلمت على هو برضه تضحك قوي الحقيقه لما تسمع حد من الاخوه الاعلاميين الكبار، انت عايز تاكد على نجاح التجربه، انت حر اعتبر الناس ما بتفهمش في الكوره، الحكم ملوش اي خطا، يقول لك الحكم ملوش اي خطا خالص، وبعد كده يتكلم هو ليه ما طردش عمرو السوليه، هو ليه ما طردش اوباما، هو ليه ما طردش مش عارف، هو عدم طرد لاعب ده مش قرار مؤثر؟ الابقاء على لاعب يستحق كارت احمر، ده انتوا شايفينه ان ده قرار مش مؤثر يعني خالص؟ بس كان رائع. والله يعني وبعد كده يعدد الكوارث. لا ده هو عندنا الفيديو بتاع مداخله الكابتن عصام عبد الفتاح مع كابتن مدحت شلبي، يا ريت يكون عندنا. طب هنشوف الكابتن عصام عبد الفتاح مع ابراهيم فايق يتحدث عن الرسائل المسيئه اللي وصلت له اثناء المباراه. ايه سبب الشحن ده من وجهه نظرك؟ ايه سبب العصبيه اللي كانت موجوده في الملعب دي؟ بص للاسف الشديد وانا بقولها بامانه واملك حاجات كتيره جدا يعني ان لازم يكون للادارات شكل في 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 الفئتين، لازم الادارات الناديين يكون لهم دور كبير قوي في 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 فرض القيم والاخلاقيات داخل الملعب مش قبل المدربين كمان. لان انت عارف ان في بعض رؤساء الانديه بيكلموني اثناء المباريات لما تكون دي اخلاقياتهم مين على كرة القدم السلام. مين اللي كلمك يا كابتن عصام؟ خلينا نتكلم بصراحة كده على الهواء. لا معلش يا كابتن عصام، بتكلم بشكل عام. للأسف الشديد هناك ناس حتى يعني لما بتيجي بيقيم التحكيم هو ما يعرفش أصلا قانون كرة القدم. للأسف لازم يبقى عندنا أخلاقيات، الأخلاقيات بتبدأ من فوق، لازم نبدأ من فوق. يعني أنا أعذر اللعيبة، والله أنا أعذر اللعيبة لأن يعني في حاجات حصلت عيب من يعني مش عاوز اقول من بعض الناس في نادي الزمالك خلال المباراه غلط القلوب عن النص. معلش قول لي مين اللي حصل، زي ما بنهاجم في الوش وبنتكلم في الوش على النادي يعني الاهلي، قول لي مين اللي حصل يعني في الزمالك عشان نبقى ناس محايدين بس. معلش ما انا بقول لك يعني مثلا لما رئيس نادي الزمالك بيكلمني ما بين يبعت لي رسائل ما بين، انا بكلمك بصراحه ما بين المباراه ما بين فترات المباراه، اقول له عيب عيب حكام مصر محترمين وبقولها له مره ثانيه وشرفاء وممكن يكونوا اشرف منك، عيب تعدى على الحكم. ولازم نحترم التحكيم لانه من احد العناصر المحترمه ومش هنسمح بده. انا بس استوقفني قبل ما اتعلق على الكلام كابتن عصام، استوقفني في اللقطه دي لو تجيبوها لنا ثاني وانا بتكلم الناس يشوف قصدي ايه. ده اللقطه دي لوحديها في طرد، قالوا السلاله لازم تطرد، ده السلاله تطرد بعد ما اتدفع اربع مرات من النجاس، لكن اول واحد زقه مين؟ النجاس. طيب النجاس شده من الشورت ما خدش انذار. لا بس لا ده هو بس ما تجيبوها لنا يا جماعه، هاتوها واحنا بنتكلم. الكره اتلعبت بالعرض في تحضين
وسليه او سليه بيلمها عمليه تحضين. اوكي اهو شوف هيتضير يعمل ايه اللاعب بقى اهو شد من الشرطه. لا خد بالك بقى الحكم الخامس استنى بس كمل شده وبعدين هيدفعه ضربه جزاء. لا الكره طلعت بره الملعب. لا الجون ماسكها ماسكها حبيبي. امبلي طبعا ضربه جزاء. لكن لما تتطور ويطلع جنش ويشترك ويشتبك وبعدين يرد الدفعه يقول لك السلاله ما اتطردش ليه؟ هو السلاله اللي بقى اهو. ايه ده؟ ولكن خرج بالمباراه لبر الامان فلتذهب العداله الى الجحيم. انا بقول لك انا سمعت والله اهو شوف جنش مع الكوره وقايم وحتى انا مش عارف الحكم صفر ولا ما صفرش. ما جنش ماسك الكوره واقف ليه؟ ما تجيبوها لنا من الاول هو جنش كان ماسكها ولا كانت اوت؟ وجون لسه ماسكها بس هو بعد كده ايه؟ يعني هو الحكم صفر ولا عمل ايه؟ لعب ولا ايه؟ يعني جنش دي مش ضربه؟ لا استئناف اللعب بدا سوري في ازاي؟ اهو جوب بقى عندي الزقه دي بعد كل الدفع للراجل اللي دفعه قدام الثلاث لعيبه قال لك السلايه تطرد. لكن اللي قبل ده كله حماده وده حماده تاني. السياق بقى يا ريت نشوف الحكم لما استأنف اللعب استأنفه ازاي. لا تتشاف من المباراه نفسها. ماشي طيب كل ده يا جماعه في سياق المباراه هتكتشفوا حاجات من دي كتير. الاستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قالوا ان ما حدش تدخل في اتحاد الكوره او اتحاد الكوره ما حدش تدخل معاه او اثر عليه عشان يختار حكم مصري. مرتضى منصور قال حاجه تانية خالص. ده مين اللي قال ما حدش؟ اتحاد الكوره قال لك الاتحاد سيد قراره واحنا فرضنا الحكم المصري وما حدش له دعوه بحاجه. طب ما نشوف رئيس نادي الزمالك نفسه الكلام اللي قاله وما حدش نفاه. تكلمنا على الحنفي اللي انتوا عاملين تقولوا الحنفي ملاكي. لا كان ملك الاهلي بصراحه. لا ملاك الاهلي واي ضرب الجزاء. وبعدين بقول لعصام عبد الفتاح بقول لك ماتشات الزمالك والاهلي اللي جايه غصب عن التخييم صدق وتم لو رحمه امي يا عصام لو وقفت فوق دماغك انت وعصام شرف رئيس الوزراء بتاع الاخوان ده اللي مشي واي عصام في مصر وقفت على دماغك عصام عشان يجي حكم مصري تاني لا لماتش الاهلي والزمالك وافتكر ان انا مريد اكلمني هو صرت وتحايلوا عليا عشان اوافق على حكم مصري ولو كنت قلت لا كان غصب عنك يجي حكم اجنبي بس تجربه فاشله بقول لك انا مريده ربنا يشفيه وهو تعبان وطالب وقفت عمليات تحايل عليا يبقى الحكم مصري تاني والحكم اللي كان مرشح ابراهيم نور الدين وعصام شاله عشان يجيب الملاكي في اكتر من كده بقى. في كده تاني اترجوني هاني ابو ريده وثروت سويلم وكابتن المهندس هاني يعني ربنا يشفيه ويعافيه ان شاء الله تعالى الظروف المرضيه الاخيره. يقول لك هو داخل اوضه العمليات كلموني وترجوني عشان اوافق على الحكم المصري. في كده ولسه بيتكلموا عن انه الاتحاد سيد قراره. طيب جزئيه ورحمه امي ما حكم مصري هيحكم ويرد الكابتن عصام عبد الفتاح يقول لك مش عارف ايه لازم ان هيحكم حكم مصري. الاول هنسمع الاستاذ مرتضى منصور وهو يتحدث عن تقييم سابق للحكم ولعصام عبد الفتاح. الاخطاء التحكيميه موجوده لكن الفجر التحكيمي لا. هذا الحكم فاجر هذا الحكم فاجر هذا الحكم فاجر هذا الحكم قابض هذا الحكم قابض هذا قابض. الحكم فاجر قابض من مين؟ اسامه قابض من مين؟ ما احنا بنتكلم على فجر تحكيمي يعني لا ده فاجر ده فاجر وعصام عبد الفتاح فاجر. طيب برضو عشان ما نخشش في ان احنا نخرج بره الموضوع حضرتك شايف ان النهارده مش اخطاء. بص يا بيه بص انا مش هضحي كل سنه بملايين عشان اجيب لعيبه عشان ادي الدوري لحد تاني. يعني بعيدا عن رايه بس
بيضاع مالين عشان يدي الدوري لحد تاني واخده بفرق. ما علينا، دي مش قضيتنا الحقيقه. الاستاذ مرتضى له الحق ان يغضب وان يرى الامور كما يريدها، ولكن هذا رايه وهذا كلامه. ها ولكن كلام بقى كابتن عصام عبد الفتاح هتقول لي في فيديو ملوش لازمه، خلاص. كابتن عصام عبد الفتاح يتحدث عن اداره الحنفي للمباراه نفسها، ده الشيء المهم جدا واللي يخضك بقى. الفيديو رقم 11 يا شوارب. لازم نوقف كتير نشوف ازاي، لازم يكون في علاج للي حصل النهارده، والا احنا بقى بنضحك على نفسنا ونقول على الجماهير هيبقى عندنا كره قدم محترمه. هيبقى لا، لازم نقف ونحلل ايه لا ليه ده حصل. عارف يا كابتن النهارده كمان بيوجهوا رساله، لا مش عايزين حكام مصريين، يعني كده ما تقدرش انت تكرر التجربه دي. نجاحها رغم نجاحها انا بقول لك اهو غصب ما عنديش اي حد، وانا اعرف ان الكابتن هاني ابو ايده، وانا بتكلم بصفه اتحاد لان هاني الكابتن هاني سمو، غصب ما عنديش اي حد مع احترامي للجميع. مفيش حكم اجنبي في مصر تاني في ماتش، مفيش حكم ايه؟ مفيش حكم اجنبي في مصر تاني. انت بتتكلم جد؟ انا بتكلم جد قولا واحدا؟ قولا واحدا. يعني نهاية كاس مصر يا كابتن هيبقى حكام مصريين؟ ولازم يقبل ده. على فكره في اسبانيا كده. بصوا يا جماعه، من الناحيه الاداريه ما ينفعش ابدا رئيس لجنه الحكام حتى لو كان عضو مجلس اداره يصادر عن على الترابيزه كلها، مش ترابيزه بس، ده قرار وزاري، ويقول ما هي ما فيش حكم اجنبي هيجي الماتش الاهلي والزمالك تاني. يا جماعه انت لا، انت ده رئيس الاتحاد لوحده ما يملكش يقول كده، لانه مفترض ان معاه مجلس هيقول وجهه نظره، وفي ظروف بلد وفي رئيس وزراء وفي خلاص. ما فيش حكم مصري هيحكم اهلي وزمالك تاني. مصري بقى. لان نفس الحكم طلع بعد كده مع الاستاذ ابراهيم عبد الجواد قال له طب لو التجربه اتعرضت عليك تاني، قال له الاولى والاخيره. قال نفس الحكم الحنفي ضحك وقال الاولى والاخيره خلاص. تعال بقى نشوف تقييم الكابتن عصام، لان ده مهم جدا بقى. ما انت مش عشان تتشبث، انا عدلي وانت ابراهيم، كل واحد فينا يتشبث برايه يوم يتجاهل الحقيقه اللي على الارض، وهو بيثبت او انا بثبت عايز اقنعك اقوم انفي الحقيقه. يعني انا عايز اقنعك بوجهه نظري اقوم ادي لك القرينه اللي تضحض وجهه نظري. تعال نشوف كيف قيم الكابتن عصام عبد الفتاح اداء الحنفي. انا طبعا كنت من شويه باشيد اشاده كبيره جدا جدا بحكم اللقاء، ولكن قلت انه حجم الاعتراضات والخناقات اللي في الملعب برغم روعه الكابتن محمد الحنفي النهارده، انا في رايي فشلت تجربه الحكم المصري. حابب اسمع منك تعليق يا كابتن. والله النهارده الحكم كان نجم المباراه، رائع بشكل رائع، وقدر يوقف مؤامرات الفرقتين او مؤامره الفرقتين في استاد المباراه. مين يحاسب على دي؟ مين؟ ما اعرفش. الحكم تامره عليه الفرقتين ازاي؟ ليه؟ ايه اللي بينهم وبين الحكم يخليهم يتامروا عليه؟ يعني التعليق نفسه غريب من رئيس لجنه، وده هو مش ده قال اكتر من كده بعد كده. يعني باذن الله هتيجي في السياق، لكن تعالى بس هو بيقول لو حكم اجنبي كان عمل ايه؟ جبتوها ولا ما جبتوهاش دي؟ لا انا هقول اللي ما جبتوهوش. انت عملت في بقيه السؤال. قال له طيب يا كابتن مدحت، قال له طيب يا كابتن ترى لو ان حكما اجنبيا في هذه المباراه الصفاره كانت هتكون ازاي؟ لان الصفاره ما طلعتش في احداث مهمه. قال له لو حكم اجنبي كان طرد خمسه من هنا وخمسه من هنا، لكن هو ناقص يقول بشطارته وفطنته خرج بيها لبر الامان. هنا الكلمه الخطيره جدا.
طب انت بتقيم حكم انه ادى اداء رائع وان الفريقين تامروا عليه، لكن لا بقى مش هديكوا اللي في بالكم، وحتى اللي هيعمل فاول مش هتردوا، وحتى عشان ابوظ المؤامره بتاعتكم. ايه ايه دي بتفكرني بالظبط يا استاذ ابراهيم بنهائي البطوله العربيه وابراهيم نور الدين الفيصل لما يتضرب من يتضرب وبدل فاضل دقيقه ولا دقيقتين بدل ما يلغي المباراه ويعتمد النتيجه 2-0 للفائز وقتها ها لا يقول لك عشان سلامه المباراه. هذا ليس دور الحكم. دورك خليك عادل طب غير عشان نفسك، انما ده يشدك من هنا وده يدفعك من هنا وده يزقك من هنا وده يشوح لك من هنا وانت بتتصور معاهم قبل الماتش زي ما يكون ماتش اعتزال ولا ماتش احتفالي. جرأتهم عليك من البدايه، هم حسوا ان الليله الراجل ده راجل طيب وجاي يقضيها ففضلوا يتجرأوا لما في الاخر فعلا ما بقاش يقدر يعمل حاجه. يعني هو في الاخر هيعمل ايه؟ يلغي الماتش يقول الفرقتين خسرانين؟ هيعمل ايه؟ طب تحب افكرك بوقائع الطرد في لقاءات القمه؟ اللي خرجت لبره الامان والحكام الاجانب طردوا؟ من غير ما تفكرني. ما كتير. اصل دي مش دي بس. يعني عايز اقول ايه؟ ده الماتش اللي سعد سمير خد الكوع بتاع الكاس وتعور، وليد سليمان خد الكدمه بتاعت الانكل ورمت قد كده وكان هم احسن فيرود واحسن مدافع في التوقيت ده والاهلي خسر 3 وخرجت لبر الامان. ما حصلش حاجه يعني، رغم ان كان العنف بالغ الحدود بس كان في سيطره من شخصيه الحكم. في حكايه بر الامان ده تخريجه مصريه غريبه جدا الحقيقه. ازاي تهمل القانون وازاي تنتهك كل حقوق المتنافسين في الملعب؟ قاضي ولا مخرج؟ ايوه، ان انت مش قاضي انت مخرج. كل الهدف وكل الغنوه اصل خرج بالمباراه لبر الامان. لا يا سيدي، هذه ليست من مهام حكم المباراه، حكم المباراه مهمته الاساسيه فرض قانون اللعبه على المتنافسين. عشان نلحق يا ابراهيم والله الوقت بيداهمنا، في حاجات كتير جدا هنشوف. الكابتن جمال الغندور رايه ايه بقى؟ والاستاذ حسن المسكاوي في دي ام سي رايهم في حكم لقاء القمه. اولا مساء الخير عليكم جميعا. مساء الخير. قبل بس ما اخش في الحالات التحكيميه خليني اكد على شيء مهم جدا، وهو انه هناك 50 شخص في ارضيه الملعب يتنافسون ليس في لعب كره القدم بقدر ما يتنافسون في الضغط على الحكام، يتنافسون في تصعيب مهمه الحكام. تحس وكان الحكام المصريين ما فيش في موده ولا رحمه من الجميع ضدهم في هذه المباراه. لو شفنا مباريات، يا ريت يا ابراهيم تعرض لنا اي لقطه في مباراه يديرها حكم اجنبي وبتبقى فيه ركله جزاء لم تحتسب او بيبقى فيه خطا لم تحتسب، وخليني وريني لاعب واحد شوح للحكم. كله بيبقى على الهادي. خليني اشوف لاعب واحد اعترض على الحكم. خليني اشوف حد بره من الجهاز الفني قام وقف على الخط وشتم او سب. انا بدات البدايه دي عشان اقول لك انه الظروف اللي ادار فيها محمد الحنفي مباراه اليوم تخليني اقول عليه بطل قبل ما اتكلم عن، بغض النظر عن انه اخطا او لم يخطئ. محمد الحنفي بطل المباراه. بطل. ليه؟ لانه استطاع ان ينتصر على عداوه 50 شخص داخل ارضيه الملعب. له عداوه، مش هقول منافس، عداوه 50 فرد. مفيش حد عايز يساعده، مفيش حد عايز يسهل مأموريته، مفيش حد عايزه ينجح. انا مش عارف ليه. اتمنى انه كما نجح محمد الحنفي في هذه المباراه، لكن الحقيقه خليني اقول لك على تصريح مهم جدا، هؤلاء الناس لا يصلح معهم غير الحكم الاجنبي. هؤلاء الناس لا يصلح معهم غير الحكم الاجنبي. وانا موافقك. صح، وانا موافقك، وده من زمان. هم مش عايزين. انا بقوله من زمان. هم رافضين. هم مش عايزين، مش بيصدقوه. لا، مش بيصدقوه. هم اصلا نازلين الملعب ومش بيصدقوا الحكم المصري، هم بيصدقوا الاجنبي. بالظبط. فعشان كده لازم زي ما انت بتقول يا كابتن حكم اجنبي يبقى في المباراه ده. للكلام اللي اتقفل بيه الفيديو، لان انا مش موافق على بعض الحاجات. فكره ان الفرقتين برضو عايزين يشيلوا، الفرقتين دول
زي نظر مدرسة هنفترض انه في مدرسة المشاغبين، هتسيطر ولا مش هتسيطر؟ واحد داخل الفصل في اولاد اشقياء، هتسيطر ولا مش هتسيطر؟ فمسألة ان ما ينفعش معاهم غير حكم اجنبي هذا صدق، ودعمه الاستاذ حسن السكاوي، ولهذا احنا كنا بنقول كده توجسا والله خوفا على التحكيم المصري. بالظبط بالظبط. ليه انتم معتبرين ان احنا كنا ضده؟ احنا مش ضد التحكيم المصري، لكن شايفين ليس هكذا ندعم، مش في هذه المباراه وهذه الظروف ندعم التحكيم المصري خالص بحكم مصري. تدعمه في ماتش ودي كبير، في ماتش اجنبي كبير، في 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 ماتشات، حتى ماتش النهارده هيتحمل انك انت ممكن يحصل خطا فتح زي ده والماتش يكمل. الخطا ده لو حصل في ماتش الاهلي والزمالك مش هيكمل طبعا، حساسيه المباراه. فلهذا كنا عايزين، ولهذا لما يستمع احد ما كانش هجوما على التحكيم المصري ولن يكون، ده حمايه للتحكيم وحتى المصري. الان وحتى كلامنا كله عشان ما نحطش دماغنا في الرمله، يا جماعه صلحوا المنظومه دي، شوفوا ايه اللي غلط وايه الضغوط اللي بتيجي عليكم تخليكم تعملوا قرارات مش سليمه. طيب وبالمناسبه، مين قال ان الاستعانه بالخبره الاجنبيه في التحكيم دي سبه او انتقاص من شان الحكم المصري؟ ما احنا طول عمرنا بنجيب حكام دوليين للقاءات القمه، وخرج جمال الغندور راح كاس العالم، وخرج عصام عبد الفتاح راح كاس العالم، وخرج وجيه احمد راح كاس العالم، وادي جهاد جريشه راح كاس العالم. يعني حتى في عز استعانتنا بحكام اجانب حكامنا بيروحوا كاس العالم ما دام مش فاهم. ثانيا هي فكره الاجنبي، طب ما انت جايب مدرب اجنبي للمنتخب الوطني، ايه بقى؟ ما بتجيب لعيبه اجانب لكل فريق. لكن الحاله اللي كان عليها في الملعب بهذه الفوضى اللي كانت في مباراة القمة، نشوف الكابتن حسام البدري في المؤتمر الصحفي شافها ازاي. حسام، بس بداية الماتش كان في التحامات عنيفة جدا، هل انت شايف كان في ايه؟ في التحامات عنيفة جدا وكانت لا انا عاوز اتكلم التحكيم، لا ما بتكلمش على التحكيم، لكن في فوضى في الملعب النهارده، مش عارف سببها ايه، انا مش عارف انت السؤال بقى انا بتجاوب عليها. ما عنديش اجابه، في فوضى في الملعب جامده قوي النهارده. ما اعرفش سببها، تبقى تجاوب عليه انت، انا ما بتكلمش على التحكيم. يعني لما الكابتن حسام البدري ولو سالوا برضه المدير الفني للزمالك خالد جلال هيتكلم على الفوضى اللي في الملعب. الفوضى حقيقيه. مين سيد الملعب؟ يعني الحكم هو لما بيتكلموا على اي حكم انه شخصيته فرض شخصيته على الملعب، لما يبقى في فوضى دي مسؤوليه مين؟ لكن عايزين نشوف فيديو رقم 16 شوارب، كابتن عصام عبد الفتاح يتحدث عن انه ذكاء الحكم خلاه ما يطردش لعيبه ب 15. نشوف. تعالى لو الماتش ده فيه جمهور يعني 50 60 الف، واهلي وزمالك ممكن نصل ل 80 الف، كان ممكن يحصل ايه؟ كان ممكن يحصل النهارده. صحيح. لا النهارده بجد، وعايز اقول لحضرتك حاجه، يعني في ذكاء برضو لمحمد حنفي، كان ممكن في كذا كوره يتم طرد اكتر من لاعب 100%. لكن هو برضو الكارت الاحمر، يعني لو الكارت الاحمر طلع النهارده المباراه كانت هتبوظ، بس ما كانتش هتكمل. صح. الكومن سنس اللي حكم بيه الحنفي المباراه هو اللي فوت على لاعبين وناس ثانيه الفرصه ان مباراه للاهلي والزمالك ما تكملش. صحيح. ما هو ده اللي قاله هو، واحنا اشرنا اليه قبل كده، من الذكاء انه ما طردش حد، بس مش من العدل. خلاص اذا كان هو ده الصح، خلاص هو الماتش لو اتلغى ايه اللي هيحصل؟ يعني ايه اللي هيحصل؟ هيكتب مين سبب الغاء المباراه وهيعتبر مغلوب وخلصنا. ايه اللي هيحصل؟ هو مسؤوليته ايه عن الدوري وسلامه الدوري حتى؟ مسؤوليته عن ما يحدث في الملعب، مسؤوليته عن ضميره. انما يطلع في الاخر بطل ويلف الفضائيات لانه الماتش هرب منه. ما احنا ما قلناش انه هيتحامل على حد، ما حدش اتهمه في ذمته، ما حدش قال ان هو متعمد يعمل انما عايز يخرج الماتش باي طريقه.
تنصيمه كده بدليل ان في ضربه جزاء في البدايه والنتيجه 0-0 ما اتحسبتش، وضربه جزاء في النهايه والنتيجه 2-1 ما اتحسبتش، لكن في ضربه جزاء وهي 2-0 اتحسبت لان مش هتاثر. هو ده انك تبقى تحت شعور صفارتك بيحكمها ظروف المباراه مش العداله. هو ده اللي احنا عايزينه، احنا عايزين يا جماعه عداله، يدفع الاهلي الثمن، يدفع الزمالك، اي حد يدفع الثمن. لكن ما تقولوا لنا وعشان كده بنقول خلي تحكيم اجنبي. هو ليه بيقبلوا الخطا من الحكم الاجنبي؟ لانه ما يعرفش حد، مش هيقدروا يتهموه، هم متاكدين انه مش عن غرض ولا عن هوا. لا هو فاتته زي بالظبط السوبر اللي خسره الاهلي بضربات الترجيح. بالظبط مش ضيع بطوله على الاهلي، وطلع الحكم الاجنبي بعدها يقول لك كان في ضربه جزاء. اعترف لكن خلاص الاهلي قبل هذا الامر. لو كان حكم مصر كان الاهلي لازال مش قبله. ما مش وهو مش هتقبله بس مش هتعمل مشكله. طيب في الفيديو بتاع عصام عبد الفتاح مع ابراهيم فايق لان ده مهم. اللعيب الفريقين الخبط اللي كان في البدايه، الخبط اللي كان في البدايه ما بين عمرو السوليه وما بين الجنش والمشاجره اللي حصلت في بدايه المباراه من وجهه وحمدي النقاز، هل كانت تستوجب بس اعطاء بطاقه صفراء لعمرو السوليه وما كانش يبقى فيه اي انذارات لا لحمدي النجاز ولا لجنش من وجهه نظرك يا كابتن عصام؟ انا من وجهه نظري الكومن سنس مهم جدا يا ابراهيم، بتكلم على الاهلي والزمالك وبتتكلم من بداية المباراة، اللاعبين خارج السيطرة على أنفسهم، وده درس كبير لينا في الكرة المصرية. ده اللي شارك فيه نبدأ بالإدارة والجهاز الفني كله شارك فيه، من لازم قالوا الزمالك يكون أرقى من كده أخلاقيا في الملعب. أنت بتتكلم على أقوى فرقتين وأفضل فرقتين وفرقتين يعني المفروض الأخلاقيات هي أهم شيء عندهم. طيب يعني اللقطات اللي قدام حضرتك دي كانتش تستوجب مثلا انه يبقى في بطاقه صفراء لجنش، بطاقه صفراء لحمدي النجاز، من حصل على بطاقه صفراء كانت وحيده كانت عمرو السوليه، لان تدخل عمرو السوليه كان هو التدخل الاقوى في هذه الحاله، لان لو هيدي انذارات من بدايه المباراه في مباراه الاهلي والزمالك شهدت خروج عن النص في 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 الروح الرياضيه بشكل غير عادي، ما اعتقدش المباراه كانت هتكمل. انا طب انا عايز اسال الكابتن عصام عبد الفتاح، لما تكون الحكم الجون ماسك الكوره ويتضاير لعيب يدفع لعيب تاني في صدره، حكمها ايه في القانون؟ ضربه جزاء؟ هو ما اداش انذار للنجاز لان كان هيحسبها ضربه جزاء، مضطر يحسبها ضربه جزاء. لكن المدهش بقى ان اللعب لم يتوقف، ما فيش صفاره حكم، والجون ماسك الكوره طول الوقت ده، حكمها ايه في القانون؟ محدش انشغل يقول لنا حكمها ايه في القانون. انشغلوا بقى لما الراجل فضل ده يزقه ده ثلاثه وطلع الجون لف من وراهم وزقه فدفعه فراح واقع، فبقت دي الاقوى اللي تاخد ضربه الجزاء. لكن كل الفعل لا يستحق شيء، رد الفعل هو اللي يستحق كل شيء، ودي اللي بقول لك عليها. ضربه جزاء لم تحتسب في بدايه المباراه لان كانت 0-0. النية ان الماتش كان يخرج كده، هو فوق ان الزمالك جاب جولين، الورطه بتاعته ان الزمالك جاب الجولين. لو 0-0 كان هقول لك نجاح للتحكيم المصري. 1-1 برضه فيها كلام. لان كانت هتبقى ايه؟ ضربه جزاء الاهلي وهيحصل فيه كلام رغم سلامتها 100%. احنا عايزين بس نشوف ازاي استؤنف اللعب في شريط المباراة يا شوارب، ازاي استؤنف اللعب بعد الواقعة بتاعت عمرو السولية مع النجاز؟ هل حصل اسقاط ولا حصل فاول في حتة؟ هيحسبها فاول يعني على يعني لازم يتشاف من الشريط. ما هو ما دام اداله انذار مؤكد هيحسبها فاول على الطريقة على اللي استؤنف فيها اللعب. طيب الأحداث أو الأخطاء المهمة جدا في المباراة عشان نقارن بينها بقى وبين الحكم الأجنبي، لأنه واحدة من مهام يا سيدي إبراهيم فايق ما خدناهوش. لا خدته. لا ما خدناهوش. خدناه. واحده من فوائد الاستعانه بالخبرات الاجنبيه ان احنا نتعلم منهم، خاصه ان كان في لجان حكام قبل كده سبق، واحيانا لجنه عصام عبد الفتاح بيبقوا جادين في انهم يجيبوا حكام نخبه عالميه يفيدوا حكامنا في التعامل مع مثل هذه المباريات. تعالوا نشوف يوسف اوباما لاعب الزمالك
ازاي عمل هذا الفول العنيف مع سعد سمير اللي خرجه واحتمال يحرمه من المشاركه في كاس العالم؟ يا رب ده ما يحصلش ويلحق يخف سعد وما يطردش. اهو اتفضلوا اتفضلوا. بص يعني ده مش فول محضر، ده فول وجنايه. اهو الراجل اكتفى بانذار اصفر مش عاجبه كمان. بس بصوا الاصابه اللي خرجت سعد وهتحرمه، وقدام اللاين مان وقدام شهود العيان ولا الهوى، بس عشان بر الامان. وعلشان نكون برضو مش بنتكلم على الوان، لانه زي ما كان اهو. بص يا باشمهندس والتدخل من الخلف، بص 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 العنف اللي جاب سعد الارض اهو. ما علينا. ها طيب حسام عاشور له برضو التحام عنيف مع ايمن حفني، هنشوفه هل كان بنفس الحجم من العنف، وان صح يبقى يستحق الطرد. اهو وتحت عين الحكم تقديره ليها ايه؟ كارت اصفر. الحكم واحده من اهم مهامه ووظايفه الحفاظ على سلامه اللاعبين، القانون شرع عشان كده. شاف في ضرب زي كده يستحق كارت احمر. تعالوا نشوف بقى الناس بتوع الكوره اللي بجد، اللي مالهمش لا بالالوان ولا بسياده بر الامان. حكام لقاءات القمه الاجانب في وقائع سريعه كده ما خافوش لا من الاحمر ولا من الابيض. فاكرين طبعا الحكم الاجنبي وهو بيطرد احمد السيد مدافع الاهلي بعد 12 دقيقه بس من لقاء القمه في 2008 نفتكره. التعادل السلبي وهجمات اهلاويه تتسم بالخطوره والفاول لحسام وطرد كارت احمر، طرد احمد السيد. هنشوف الحكم الايطالي، مفيش فايده خلاص يا جماعه، هو شايف ولن يرجع في قراره، مفيش فايده. اهي باينة ضربه فعلا في دماغه، وشافك الحكم يا احمد يا سيد، والكارت الاحمر لاحمد السيد تاني اهو، ضربه فعلا بقوة اهو واضحة. طبعا اللعيب ما بيقولش انا عملت، لكن الصورة مش هتكفي، الصورة مش هتكفي، احنا مش جامد لا ده ولا ده. ده احمد السيد مدافع الاهلي في 2003-2004، وحتى الكابتن بيم الشربينة قال لك الحكم مش هيتراجع، هو شاف وطرد. ده الاحمر، الابيض كمان اتطرد. نبيل محمود مدافع الزمالك اللي كان مساعد مدرب في مباراة اول امبارح اتطرد بعد دقيقتين بس في الدوري العام موسم 93-94. خالد الغندور ماشي وبيرجع ورا الى هشام يكن، سامي الشيشيني باك اليمين لحسين عبد اللطيف، باك اليمين اماميه عفت نصار على عبد الصادق بيلم ويلعب الى محمد يوسف تطول وتروح لحسين عبد اللطيف، حسين الى سومانو عثمان، اول كره يلمسها على عبد الصادق بيغير اللعبه على اماميه وتوطي ناحيه اليمين، وايمن شاوي ايمن شاوي وهشام يكن. وهنشوف هنا في ايه، في كارت بيندعي لهشام يكن في اول دقيقه، وكارت احمر وكارت احمر وانذار وطرد لهشام يكن، لان هنا بيطبق القانون على اعتبار ان اللاعب كان هينفرد بالمرمى وارتكب ضده خطا من الاخطاء التسعه، وبيجرم الى مراقب الخط محمد سالم، وبيجري له ايضا جمال الشريف عشان ياخذ منه الاشاره. هنشوف اللعبه مره ثانيه قدامنا، بيطلع نبيل محمود، نبيل محمود بيطرد في اول دقيقه من المباراه، كان هشام يكن معاه، لكن نبيل محمود اشترك مع ايمن
وطرد نبيل محمود عشان يبقى الزمالك 10 لاعبين من الدقيقة الثانية تقريبا من المباراة. ده الحكم جمال الشريف الحكم السوري اللي هو دلوقتي المحلل التحكيم اللي بي ان، لكنه حصل قبل كده مع ايمن عبد العزيز وحصل كده مع بدر رجب، كتير من اللعيبه اللي اتطردت في لقاءات الاهلي والزمالك بس تحت صفاره اجنبيه بتراعي احتساب القانون. ده بدر في الاهلي والاسماعيلي. الاهلي والاسماعيلي بتراعي فرض القانون مش اكتر من كده، لكن بر الامان دي بتاعتنا احنا. الناحيه الفنيه في المباراه، بص بقى وانت كسبان سودة التحليل بتسندك وتبرر لك وتعليق، خصوصا لو كان مكسب عزيز هو معنوي صحيح، الاهلي مش محتاج المباراه، فرق 27 بونت ورساله ماتش يعني، انما خد الكسبان الكريدت كله، الخسران خد اللوم كله. انا رايي في ان احنا بنحلل على ضوء النتيجه، زي النهارده الماتش بتاع الاسيوطي، انا ما تابعتوش انا وانت كنا جايين في العربيه يعني أيوه. سمعناه في الراديو، لكن التحليل على ضوء النتيجه ايوه. تيجي تسال هنا يقول لك دي الهجمه الوحيده ونتيجه كره مقطوعه وشفناها كره غريبه جدا، ما في بيسموها في التنس ان سيسري ميستيك، يعني خطا غير ضروري، لا ملوش لازمه وغير مبرر، لعيب شايف زميله واحد في النص راح مديها للراجل اللي في النص، جري زقها جت جون، ادي الهجمه الوحيده. انا بقى طلبت من حضرتك حاجه، والراجل اللي انت محل الثقه عملها عمرو عبيد، عمرو عبيد عملها بحرفيه عاليه جدا وبدقه عاليه جدا، لكن وصلتني لنتيجه تانية خالص. لو نسينا نتيجه المباراه دي وبعدين نتكلم عنها فنيا، تعال نقول لكم الارقام الاول، وبعدين يا ريت تجيب لي حتى الصحفي الجميل دكتور عمرو عبيد اللي عملها على التليفون يقول لنا ايه المعايير اللي استند اليه. يعني هو جاب الاهلي وجاب الزمالك الشوط الاول، الشوط الاول الاهلي سدد، الاهلي سدد تسديدات عامه 3 مرات في الشوط الاول، في الشوط الثاني الاهلي سدد 14 مره، شوفوا التحسن بتاع الاهلي. لا خلينا نمسك الاول، والاول الاهلي وزمالك. طيب الشوط الاول الشوتنج العام بتاع الاهلي بره المرمى او على عامه 3 مرات للاهلي في الشوط الاول، وللزمالك 3 مرات برضو في الشوط الاول. في الثلاث مرات دول جاب جولين الزمالك، جاب جولين من الثلاث شوطات دول بالظبط. الفرص او حتى التسديد في الشوط الثاني بقى، الشوط الثاني الاهلي سدد 14 مره، الثلاثه بقت 14، يعني في تحسن كبير في اداء الاهلي الشوط الاول على الشوط الثاني. طب الزمالك الشوط الاول سدد 3، الشوط الثاني سدد 4. الزمالك عنده سبع مرات شوتنج في المباراه، الاهلي عنده 17. الفرص اللي اتصنعت، الاهلي في الشوط الاول صنع فرصتين، والشوط الثاني صنع 5 فرص، فالاهلي عنده في هذه المباراه 7 فرص للتسجيل. الزمالك عنده 3 في الشوط الاول سجل منهم الجونين، وواحده في الشوط الثاني، يعني اجمالي المباراه الاهلي 7 فرص، الزمالك جاله 4 فرص سجل جولين، الاهلي جاله 7 سجل واحده، سجل واحده اه. اذا في عدد مرات التسديد طوال المباراه الاهلي متفوق بكتير، في عدد الفرص الاهلي متفوق بكتير حتى في الشوط الاول. ما انا بكلمك، بص بقى في الشوط الاول الاستحواذ، مين اللي استحوذ على الكوره اكتر؟ الاهلي في الشوط الاول اللي هو كان وحش قوي استحوذ على الكوره 62% من وقت الشوط الاول، مقابل 38% فقط للزمالك في الشوط ده، اللي هو كان الزمالك او حللوا ان الزمالك افضل من الاهلي في الشوط الاول. الشوط الثاني الاهلي ال 62 اتحسنت ل 71%، تراجع الزمالك خالص. تخيل انك ماسك المباراه 29% 71% والزمالك تراجع خالص لنسبه 29%، اجماليها الاهلي في المباراه 66.5% والزمالك 33.5%، يعني تقريبا الضعف بالظبط. اذا المهزوم يعني سدد 17 مره وعلى المرمى 5 مرات،
وله 7 فرص استحواذه 66.5%، الفائز التسديد 7 مرات نصف الاهلي لا نصف ايه ده الاهلي 17 هو 7. طيب اللي على المرمى 3 جاب جولين، الفرص 4، الاستحواذ 33.5%. الضربات الركنيه، الاهلي في الشوط الاول عنده 4 ركنيات، الزمالك عنده ركنيه واحده جاب منها جول. اه الاهلي عنده 8 ركنيات في الشوط الثاني، الزمالك برضه عنده ركنيه واحده. يعني عرضيات الاهلي عمل الشوط الاول 9 كرات عرضيه في الشوط الاول و11 في الشوط الثاني، الزمالك عمل 4 في الشوط الاول و4 في الشوط الثاني. يعني حتى في ظل النتيجه الاهلي في الشوط الاول اكثر فاعليه. طبعا 8 عرضيات 11 عرضيه مقابل 4 للزمالك. التمريرات الصحيحة بقى للأهلي 203 تمريرة صحيحة في الشوط الأول و185 تمريرة صحيحة للأهلي في الشوط الثاني، في مقابل 122 للزمالك في الشوط الأول و56 فقط للزمالك في الشوط الثاني. دي التمريرات الصحيحة الإجمالي بقى في المباراة 388 تمريرة صحيحة للأهلي و178 تمريرة صحيحة للزمالك. هتلاحظوا انه في معظم الاجمالي في كل حاجه الاهلي ضعف الزمالك في هذه المباراه اللي الاهلي خسرها، ما عدا الاخطاء الفاولات اللي عليه. الفاولات اللي عليك، انت عليك في الشوط الاولاني 5 أخطاء وعليك في الشوط الثاني 10 أخطاء، عليك 15 خطأ. الشوط الزمالك 14 الشوط الاول، 13 الشوط الثاني، 27 الزمالك في مقابل 15 للاهلي. لكن زمن المباراة يظل النقطة المهمة جدا. المباراة دي وقفت كتير قوي، تقريبا قمة الملل. الوقت الحقيقي اللي اتلعبت فيه كورة في ماتش القمة ده وقته قد ايه؟ معنا على الهاتف الزميل العزيز الدكتور عمرو عبيد، محلل الأداء الإحصائي في مجلة الأهلي. يا دكتور عمرو أهلا بيك. مساء الخير استاذ ابراهيم، مساء الخير استاذ عادلي. دكتور عمرو، الاحصائيه دي احنا قلناها على مسؤوليتك. لا طبعا تمام. فلابد انك انت تطمن الساده المشاهدين الاليات اللي وصلتك لهذه الاحصائيه ومدى دقتها. حضرتك احنا شغالين في الموضوع ده يعني من 10 سنين تقريبا، يعني طبعا في مجله الاهلي وكنت قبل كده في جريده مصر اليوم. عن بنستخدم البرامج الحديثه في تحليل المباريات، وطبعا الماتش بيتحلل مش دقيقه بدقيقه، لا ثانيه بثانيه، يعني كل ثانيه في الماتش بيبقى فيه كاونتنج لكل الاحصائيات اللي موجوده في المباراه. فطبعا الارقام سليمه جدا 100%، وده بقول لحضرتك يعني بقى لنا 10 سنين شغال في الموضوع. يعني قصدي اقول الاليات لا تحتمل الخطا باذن الله. طبعا ان شاء الله. طبعا طبعا. طيب وانت يعني بتحلل، كلنا بشر ولنا مشاعر وانتماءات، لا يؤثر عليك يعني انتمائك في انك انت تهرب منك معلومة او رقم؟ لا طبعا، لان مش انا لوحدي اللي بحلل، يعني احنا تيم كامل شغال في يعني المباراة نفسها، مش بيبقى ممكن واحد او اثنين، وساعات بتبقى 4 كمان اللي بيحللوا المباراة. اذا الارقام بالذات لا تكذب يعني. وبعدين دي عايز اقول لك ان الدكتور عمرو ده دكتور اورام في طنطا. دكتور اورام يا دكتور مش كده؟ تمام يا استاذ ابراهيم، تمام. يعني عنده دقه برضه علميه. طبعا الدكاتره دول بارعين في كل مجال، ربنا يخلي حضرتك يا باشمهندس. انما انا عايز اقول حاجه، انا ليه بسالك كل الاسئله دي؟ ان الناس تكون مطمئنه للرقم المفزع اللي هنقوله دلوقتي، اللي مأجلينه لحد ما حضرتك تعمل هذه المداخله، لان انت سيادتك رصدت لنا ان زمن مباراة يا جماعة من 90 دقيقة غير الوقت المحتسب بدل من ضائع قد تصل إلى في المباراة دي 96؟ 100 دقيقة بالظبط. إيه؟ 100 دقيقة. 100 دقيقة في الشوطين. الشوط الأول وخمس دقايق في الشوط الثاني. بالظبط. طيب تخيلوا مباراة من زمن اللعب الفعلي الشوط الأول للأهلي 13 دقيقة والشوط الثاني 12 دقيقة و47، بإجمالي 25 دقيقة ونص. الأهلي كان ماسك وبيلعب كورة إن بلاي في الملعب لمدة 25 دقيقة من ال100 دقيقة.
ياه ده الاهلي كان وحش قوي. طيب الزمالك بقى في ال100 دقيقه دول لعب الشوط الاولاني 9 دقائق و13 ثانيه والشوط الثاني ايوه 6 دقائق و35 ثانيه باجمالي 15 دقيقه 48 يعني 15 دقيقه ونص. يعني الاهلي لعب 25 دقيقه والزمالك لعب 15 دقيقه ونص والزمالك لعب 15 دقيقة ونص. يبقى الفرقتين الكرة كانت ان بلاي في ال100 دقيقة لمدة 40 دقيقة، فحكم احتسب 5 دقائق شوط أول وخمس دقائق شوط ثاني، وكان الحكم نجم المباراة وخرج بها لبر الأمان. تخيلوا مباراة من 100 دقيقة تصفى على 40 تقف 60 دقيقة، 60 دقيقة ما بين ايه بقى؟ انت اعتمدت على اتفضل يعني حاجات كتير. اشرح لنا يا دكتور، اشرح لنا يعني الاستوب واتش اللي انت استخدمته، يعني اصله فكره انك انا هفكره هنا بس هو كاتب ايه. الكوره بره الملعب، اصابات، تاخير لعب الكوره، الاوت حتى تنفيذ الخطا كمان، يعني مثلا في فاول لصالح فريق، طبعا غالبا المفروض ان الفريق المهزوم بيحاول يلعب اسرع، الفريق الكسبان اللي بيحاول يضيع وقت. المباراه فيها 64 خطا تقريبا. رمية التماس نفس القصة، الركنية، ضربة المرمى، التغييرات، الكابتن جنش يعني كان متخصص في إهدار الوقت ببراعة. جنش لوحده هتلاقي عنده نص ساعة. الإنذار اتأخر قوي، يعني يمكن لو الإنذار كان بدري شوية كان لعب أسرع من كده. فطبعا كل الحاجات دي، طبعا هو حضرتك يعني مستحيل مثلا يدي الشوط الأول يحسب مثلا ربع ساعة وقت بدل ضايع. يعني الفكرة كلها. طب أنا أسألك سؤال، في الماتشات اللي فوق المتوسط معدلات اللعب بتبقى برضه كده 40 دقيقة في ال 90 دقيقة؟ أهو شوف، لا حركة ضربة جزاء واضحة يا إخوان. أنت عارف إن استؤنف في اللعب ده فاول على الأهلي؟ في الأهلي بإذن الله. أيوه عشان الإنذار. جايبين جزء من يعني حاجة من الدوري الإماراتي، اتحاد الكرة في الإمارات من سنتين. كان متابع طبعًا الماتشات وعنده تيم كامل في اتحاد الكرة بيحسب الزمن اللعب الفعلي. فهناك اللجنة الفنية اعترضت على الوقت، لأن الوقت كان قليل جدًا، كان في إضاعة وقت كتير جدًا. اهدار للوقت، الكرة مش ان بلاي زي ما حضرتك قلت. فعملوا من سنتين يعني جلسات وورش عمل زي ما بيقولوا للحكام وحتى للانديه كمان، لان هم عايزين يرفعوا زمن اللعب الفعلي بالنسبه للكره الاماراتيه، حاجه لتطوير الكره في الامارات. ونجحوا في ده فعلا. يعني كان اعتراضهم ان الكوره في استحواذ الفريقين، الكوره مع الفريقين سواء هنا او هنا، ما كانتش بتتعدى 60 دقيقه، فاعترضوا. ده وقت قليل جدا، يعني في نص ساعه محضره، ده رقم كبير. فكانوا عايزين يعلوا عن كده كمان، يوصلوا يعني معدلات تقريبا بيبقى مثلا حوالي ممكن 65 او 70 دقيقه، فده رقم معقول، يعني ممكن بيبقى الفريق معاه الكوره المفروض انه اكثر من 30 او 35 دقيقه. انما ينزل يعني الرقم الطبيعي، الرقم الطبيعي 70 دقيقه، الرقم لمباراه كره محترمه ما يقلش عن 70 دقيقه، 60 او 70 دقيقه المفروض طبعا. وطبعا اوروبا، لكن لما يبقى 40 يبقى بره الامان قوي. هو انا بقول لحضرتك معلش عايز اوضح النقطه دي، ان هو يعني اكيد ما فيش حكم هيحسب ربع ساعه كل وقت يعني كل شوط كوقت بدل ضايع، بس هو يعني المطلوب منه انه لا يسمح باهدار كل الوقت. ايوه هو ما فيش حكم بيحسب المطالبه هي دي، ما فيش حكم بيحسب كل الوقت البديل، لكن الحكم من مهمه الحفاظ على وقت المباراه، لازم الوقت انه ما يسمحش باستهلاك اللعب او الوقت بالشكل ده، او الحاجات الواضحه جدا. ما انت ما تجيش تعالج لي لعيب جوه الملعب تاخد لي 5-6 دقايق لوحده وبعدين ما يتحسبوش، او ضربه جزاء تحتسب فاللعب يقف 3 دقايق عليها او دقيقتين، واخد بالك؟ يعني هو المقصود، احنا بنشكرك جدا يا دكتور، العفو، كان مهم المداخله. طبعا الاستوب واتش بتاعك اللي انت عملته ده لا يرقى لاي شك. لا حضرتك ده بتحسب وقت اللعب، الكره كلام يعني بديهي اصلا بيتعمل في كل حته في العالم دلوقتي، يعني والناس المتخصصه في الشغل ده فاهمه ايه اللي بيحصل وعارفه ان الكلام ده حقيقي. لان القمه 116 وقتها 40 دقيقه فقط. 40 دقيقه بالظبط. انا لعب وقت اللعب فيها 40 دقيقه. اللعب الفعلي 40 دقيقه فقط. طيب هو احنا بعد ما نشكر الدكتور عمرو. شكرا يا دكتور عمرو. بنقول شكرا جزيلا للدكتور عمرو. الهدف من هذه الاحصائيه احنا لينا كان اولا هو احنا
الاهلي كان وحش قوي كده ويستحق الهزيمه والتقريع ده كله، ولا في النتيجه اثرت على احكامنا ومشاعرنا واحكام ناس كتير؟ لا بس في سبب تاني. ما مشيت مجلتي له. لا انت ما انت لوحدك انت لوحدك من ال قال لك اتعلق على الدولاب اسمع انت لوحدك من 60 دقيقه دي 30 دقيقه. فعايزين نقول يعني لا الاهلي يا جماعه كان يستحق ان يهزم على الاقل. يعني لو قلنا بدلك زي النهارده خلي بالكم ان الكوره ممكن ده الاسبوع اللي هيحصل فيه الكلام ده. لكن لما يحصل فيه الكلام ده وان كان مفيش اقدر اقول ان يعني غير ان الحكم تحت رغبه الخروج لبره الامان ما كانش ماسك صفاره العداله في هذه المباراه، الا ان مباراه الكاس النهارده هي كاشفه وتوضح كل الامور. مفيش يا جماعه رغبه ان الاهلي ياخد حقه الفتره دي من غير زعل. ما هو حد يفسر لنا ضربه الجزاء اللي شافها كل من يعني حاطين الحكم وقال لك عشان لو فاتت على الحكم يبقى الحكم الخامس، ولو فاتت على الحكم الخامس يبقى اللاينز مان، يبقى اما الثلاثه دول شايفينها وما تتحسبش، واثنين يبصوا لبعض وما مصوا شفايفهم، والثالث يعمل لهم كده ما حدش يتدخل، يبقى يعني من غير زعل مننا اعتبرونا كده فضفضنا بكلمتين. اقفوا تاملوا المسائل مش شخصيه يا كابتن عصام، محدش مستهدفك لا ولا بيتامر عليك، بالعكس انت كنت راجل وما زلت لك مكانه عندنا وحكم تاريخك يشهد لك، ولكن الفتره دي الامور مرتبكه جدا مش عايزه مكابره. دي لا بصوا تاني على كوره جنش وكوره النجاز اهو اوبستراكشن ماشي هيتضاير النجاز يعمل ايه بقى؟ خدوا بالكم اللعب اللعبه مستمر اهو اهو قلم ودفعه الدفعه دي وقت اللعب والكره في الملعب والحكم إيه الخامس باصص له ايه بقى؟ والكوره في الملعب تاني ضربه جزاء ايه بقى؟ بعدين نستنى لما جنش يتحشر عشان جنش بيتحشر وهيدي له كتفه بص ويروح دفعه بكتفه اهو ومين اللي جاي خد بالكوا الجون في ايده الكوره وبيدفع مين نمره ثلاثه ده اللي زقه؟ طارق حامد فالراجل حاس نفسه داخل في خناقه ما حدش جنبه على ما جوله جايه يستنجد بيه محدش يتكلم. انا بحييك على الملاحظه دي ان الكوره ان بلاي الكوره في اللعب دي ضربه جزاء الكوره ما طلعتش بره. طب لو انت بقى لو انت عايز تعمل معلم كبير قوي شوارب النهارده هات لي اخر 15 ثانية في الماتش في كورة بتاعت مروان محسن وسقطة ليطمئن قلبي مش لحد، ممكن انا اللي ابقى راجل مفتري وغلطان اعتذر عنه. طيب على ما شوارب بيجيب اخر 15 ثانية اللي عايزهم المهندس عدلي، وده اختبار لشوارب. النهاردة منذ الصباح ظهرت في الاسواق لدى باعة الصحف العدد الموسوعي التاريخي اللي وعدنا حضراتكم بيه من مجلة الاهلي. هذا العدد لو هتشوفوا بعض صفحاته على الشاشة ده هدية لكل واحد بيحب الأهلي له ولأولاده في الحفاظ على قيمة النادي الأهلي وتاريخه. كنا نحب نطلعه في كتاب كبير موسوعي لكن كان يبقى أغلى من كده بكتير، فكان رؤية المهندس عدلي أنه يتعمل عدد كوشيه فاخر. كانت النتيجة أنه لازم يطلع فيه نسختين في عددين، عدد فيه القصة التاريخية الكاملة لنشأة النادي وكل المواقف البطولية اللي النادي أخدها في تاريخه، ثم العدد الرئيسي اللي بيحتفي بكل بطولة حققها الأهلي في أي لعبة. كل ودي ده الجديد إن كل الألعاب اللي بتشملها أجندة النادي موجودة بعدد بطولاتها بمؤسسيها، كل الحاجة اللي خلت الأهلي في حتة تانية خالص. وده يمكن المعنى بتاع محتوى العدد، الأهلي بعد 111 سنة تتأكدوا أنه في حتة تانية خالص. المهم أن أنا عملت اللي عليا للمهندس عدلي. كتير من السادة المشجعين المتصلين كانوا بيطلبوا يروحوا النادي الأهلي فكان بيزقهم عليا
عملنا حاجه بمناسبه ال 111 سنه ان احنا نعمل مسابقه يكسبها 111 فايز. حلوه دي. ال 111 فايز يجاوبوا على الاسئله يبعت الكوبون اسئله في المتناول، يعني كلها عن اسماء المشاهير في النادي الاهلي، مين حمل اسم الميسو؟ مين اطلق عليه وزير الدفاع؟ مين كان الكبرى او الخطير؟ مين كان الزئبقي؟ مين كان امير القلوب؟ مين وحش افريقيا؟ مين ايوب الكره المصريه؟ وفي صوره كامله فيها عدد كبير من اللعيبه استرشاديه في المساله دي. الحقيقه عايز احيي بهذه المناسبه الصديق العزيز الاستاذ احمد السعيد، واحد من فناني الاخراج الصحفي البارزين في تاريخ الصحافه المصريه. طبعا. بحب شديد عامل لكم عدد فعلا يفخر به كل اهلاوي. هو اصله اهلاوي وبيشتغل بشغف. بحب شديد وبإبداع. هذا العدد اللي محتواه فعلا مهم جدا ليكوا تاريخيا هيكون نتيجته في 111 فايز. هستأذن المهندس عدلي لانه هو مؤسس مجلة الاهلي يكون هذا الحفل في النادي على شرفه وفي ضيافته، بحيث ان احنا نستقبل. انا بتكرمني زياده على اللزوم. بحيث ان احنا نستقبل ال 111 فايز. لا دعايه ليهم طبعا في باذن الله. مسابقه الاهلي يلتقوا المهندس عدلي، يلتقوا بالساده رئيس واعضاء مجلس اداره النادي، يحتفلوا مع لعيبه الاهلي ان شاء الله الموجودين وقتها ببطوله الدوري، ويقضوا يوم كامل في النادي باعتبارهم 111 فايز في 111 سنه. يا رب. يعني ال 111 يبقوا 1111 بهذا النجاح وهذا التفوق وهذا السمو وهذه المعايير اللي أنت وأنا مستعدين نضحي وتطبق علينا ومن غير ما نزعل يا أستاذ إبراهيم، لأن أنت إبراهيم المنيسي.